السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هكون معاكم إن شاء الله دلوقتي بسمة جمال، وهنتكلم مع بعض كده عن تشابتر الجيريا. طيب قبل ما نخش كده في أي تفاصيل للتشابتر ده، هما مين الجيرياتريكس دول اللي احنا هنتكلم عنهم؟ الجيرياتريكس دول اللي هم كبار السن. طيب اللي هم برضو مين؟ اللي هم اي فئة عمرية؟ من سن كام؟ نعرف انه الجيرياتريكس دول الناس اللي هم 65 سنة او اكتر. طيب انا ليه اول حاجة بقولها لكم السن، وليه بقول لكم نهتم بموضوع السن؟ عشان زي ما احنا هنشوف كده واحنا بنستعرض التشابترز والحاجات اللي هنتكلم فيها، انه انا بدرس الجيرياتريكس او الفئه دي لاسباب هيترتب عليها تغير في الدوزز، تغير في طريقه التفكير لو انت عندك بيشنت يندرج تحت الفئه العمريه دي. لذلك لو انت كده كلينيكال فارماسيست في مستشفى وماسك كده الدراج شيت بتاع البيشنت، من اهم الحاجات اللي عينك تقع عليها قبل ما تجو ثرو كده الميديكيشنز وتبدا بقى تشوف الثيرابيوتيك بلان، سو اشوف الايدج. طبعا هو في شويه حاجات كده عينك تقع عليهم، منهم قصه الايدج دي، عشان هو لو لقيته 65 سنه او اكتر يبقى على طول اوتوماتيكالي كده دماغك تشتغل ان الشخص ده او البيشنت ده هو حد جيرياتريكس، وهبدا بقى ايه افكر بشكل مختلف. خلاص دي بس كانت ايه حاجه كده حابه اقولها لكم قبل ما نخش في التفاصيل. حاجه تانية كمان، هو احنا ليه برضو ليه هندرسهم؟ معلش قبل ليه هندرسهم، حابه بس اقول لكم انه دلوقتي انتوا عارفين دلوقتي احنا بندرس هنا ايه؟ الكورس بتاعنا ده ايه؟ ده بورد فارماكوثيرابي. طيب انتوا عارفين برضو انه البورد فيها سبيشاليتيز كتير، يعني في بيدياتريكس وفي نيوتريشن وفي كريتيكال كير. عملوا بقى سبيشاليتي جديده تخص الجيرياتريكس بس. ليه؟ عشان هم عايزين يفعلوا دور الكلينيكال فارماسيست فيما يخص الفئه العمريه دي، وعايزين يبقى في كلينيكال فارماسيست سبيشاليزد اند سيرتيفايد في الجيرياتريكس، وده عشان يعلي من مستوى الصيدلي ويبقى فاهم فيقدر يتعامل معاه. خلاص بس حبيت بقى ايه انوه بس على القصه دي. طيب احنا هنا في التشابتر بتاعنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على انترو كده صغيره، وبعدين هنتكلم على الفارماكوثيرابي في الالدرلي بيبل، وبعد كده هنتكلم على بعض السيندرومز او الديزيزز اللي بتصيب الفئه العمريه دي، زي الديمنشيا والبيهيفيرال سايكولوجيكال سامبلز اوف ديمنشيا وال يورينري ان كونتيننس وال فينايت ستاتيك هايبر تروفي وال اوستيو ارثرايتس وال روماتويد ارثرايتس. تمام كده؟ طيب يبقى احنا خلاص اتفقنا ان الجيرياتريكس دول ناس عندهم 65 سنه او اكتر. يبقى السؤال الثاني، عملوا لها سبيشاليتي ليه؟ وليه احنا هنا في بول الفارماكوثيرابي بندرسها؟ قالك عشان الدوز of many medications should be adjusted in older people due to age related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics. هنتكلم كام سلايد كده، كمان كام سلايد قصدي، على قصه الفارماكوكاينتكس والفارماكوداينامكس، ولكن نفهم انه لما الشخص بيتقدم في العمر في تغيرات بتحصل له، التغيرات دي بتأثر لي على الأدوية اللي بياخدها، وبتأثر لي على الدوزس اللي هياخد بيها الأدوية دي. فبالتالي مهم قوي طبعا إن أنا أدرس ليه؟ وأنا هدفي إيه في الآخر؟ patient safety، إن أنا أعالج البيشنت بتاعي من غير ما أضره. خلاص؟ دي حاجة. الحاجة التانية، بصوا هو هنا بيتكلم في الكتاب على يعني شوية أرقام كده برضو تفهمنا أكتر أو تخليك تستوعب أكتر أنت ليه بتدرس الجيرياتريكس دول، بس طبعا البرسنتجز والحاجات دي في أمريكا.
بيقول لك ان هم في امريكا لقوا انه 13.3% من الامريكانز ناس عندهم 65 سنه او اكتر. طب انا يهمني في ايه؟ لقوا بقى انه النسبه دي بتاثر على الهوسبيتال ستاي والميديكيشنز وكذا حاجه. ازاي؟ لو انه 34% من التكلفه اللي بتتصرف على الميديكيشنز بتتصرف لحاجات بتستخدمها الفئه العمريه دي. الله، لا تبقى مهم. ولقوا انه 36% من الهوسبيتال ادميشنز ومن الناس اللي بيخشوا في المستشفيات يندرجوا تحت الجيرياتريكس. ولقوا انه 40% من الميديكيشن اللي بتستخدم في الهوسبيتال بيستخدمها ناس جيرياتريكس. وانه المشاكل اللي بتحصل من الميديكيشنز واي داتا، يعني هي ميديكيشن ريليتد داتا، 50% منها نتيجه لايه؟ نتيجه يعني بيستخدمها ناس جيرياتريكس. الله، لا مهمه. هم هناك طبعا يهتموا بصحه المريض، يهتموا بالكواليتي اوف لايف، يهمهم قوي ان هم يقللوا الميديكيشنز اللي الناس بتستخدمها، ويقللوا دخول الناس للمستشفيات، ويقللوا المخاطر اللي بتنتج عن استخدام الدواء. فلما تبقى البرسنتج يعني عاليه قوي كده، قالوا لا، يبقى اذا مهم. مهم هم ليه بيستهلكوا، ليه بيخشوا مستشفيات كتير، وليه بيستهلكوا كم الادويه ده، وليه ممكن يحصل لهم مشاكل. لا، نهتم بالفئه العمريه دي والكير، ونعمل لهم مونيتورنج خلاص عشان نقلل النسب دي. نيجي بعد كده على نتكلم هنا عن الايجينج. احنا عرفنا جيرياتريك يعني حد كبر في السن خلاص، مر بعمليه الايجينج دي. هو ايه الايجينج دي اصلا؟ الايجينج دي هي نورمال بروسيس، هي عمليه طبيعيه بتحصل لجسم اي انسان، ان هو بعد ما كان وصل للبيك اوف جروث اند ديفلوبمنت خلاص، يعني بقى في ريعان شبابه ومكتمل النمو وشاب ويافع وكل حاجة، يبدأ الجسم يديكلاين، وظائف الجسم تبدأ تاني تديكلاين. يبدأ يبقى بعد ما كان بيعرف يتحرك ويعتمد على نفسه، لا، يبدأ يبقى عنده مشكلة، ممكن مشكلة في الحركة، ممكن يبقى ضعيف شوية، ممكن يبقى عرضة للأمراض، ممكن من كتر المشاكل اللي تبقى عنده ناس تموت. طب قال لك ده يعني بيختلف من شخص لشخص؟ بيختلف من شخص لشخص، بيعتمد على ايه؟ بيقول ان عمليه الايجنج دي بتعتمد على ثلاث حاجات: environmental stressor، lifestyle factor، وgenetic factor. يعني ممكن تكون بسبب، يعني بتختلف من حد لحد نتيجه لعوامل وراثيه او لضغوطات البيئه اللي البني ادم او الانسان ده عايش فيها، وعلى حسب اللايف ستايل، يعني على حسب طريقة حياته. لا معلش، يعني ممكن بشكل أوضح شوية. طيب اكزامبل كده، ممكن تلاقي واحد عنده مثلا 85 سنة وصحته حلوة جدا وبيعمل كل حاجة لنفسه ومش محتاج حد يعتمد عليه وهكذا. واحد مثلا تلاقيه ممكن حتى تلاقيه 60 كمان و65 وتلاقيه ضعيف جدا ومش قادر يتحرك وبيعاني من امراض كتير وبياخد ادويه كتير وهكذا. فده بيختلف من حد لحد على حسب العوامل اللي احنا ايه قلنا عليها. تمام كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى، مش قلت لكم هنتكلم على الفارماكوكاينتكس والفارماكوداينامكس. بصوا، فيرست اوف اول كده، احنا عندنا تشابتر هنا في الفارماكوثيرابي كامل بيتكلم عن الفارماكوكاينتكس باستفاضه جدا، بيعني ايه الفارماكوكاينتكس وايه اللي بيحصل والايكويجن وكل حاجه. ولكن انا هنا بس هتكلم على الحاجات اللي هتفيدني ان انا افهم يعني التشابتر اللي احنا بنتكلم فيه. فببساطه كده نفتكر كده مع بعض، هو ايه الفارماكوكاينتكس دي؟ فارماكوكاينتكس يعني حركيه الدواء في الجسم، زي ما بيقولوا كده بالعربي. يعني ايه؟ يعني what the drug does for the body، وايه اللي changes اللي بتحصل للدراج في البادي. خلاص، اللي هم ايه؟ هو الابزوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، والاليمينيشن. زي ما بقول لكم يعني
في الفارماكوكاينتكس هيستفيد قوي في الموضوع ده. يجيني بس كده انوه على بوينت انه الاليمينيشن ده هو the most important clinically pharmacokinetic change in elderly people. يعني اهم pharmacokinetic change بيحصل في الناس الكبار هما الاليمينيشن. ليه؟ عشان الرينال دراج اليمينيشن بتقل. طب ليه بقى هي مهمة قوي؟ وهنا لما خروج الدم من الجسم يقل، اذا الدوز اللي بياخدها حد ادلت هتختلف عن الدوز اللي بياخدها حد جيرياتريك. لو اديت نفس الدوز ممكن تعمل لي تبقى اوفر دوز. فاهمين معايا الحته دي؟ ولان هم لقوا انه جنرالي بعد ما البني ادم بيبدا يعدي سن ال 40 بيحصل ديكلاين في وظائف الكيدني والفانكشن جلوميرولاري بتبدا ان هي اعدادها يقل. برضو عندنا برضو يا جماعه تشابتر كامل نيفرولوجي هنتكلم على الكيدني وظيفه نورمال فانكشن بتاعتها ايه وبتعمل ايه والديزيز اكيوت كيدني انجري والكرونيك كيدني انجري. بس ناخد بس معلومه حته انه هنا الاليمينيشن ده من الحاجات المهمه نخلي بالنا لو اي دراج رينالي اليمينيتد هياخده حد اندرلي لا تشيك بقى الكيدني فانكشن عامله ازاي، سيرم كريات، احسب كرياتين كليرنس عشان تظبط الدوز. ليه يا جماعه؟ هو انا بس عايزاكم تبقوا مستوعبين معنى وانا هدفي ايه. هدفي اعالج البيشنت واوفر له يعني الموست بنفيت فروم ذا ميديكيشن واحاول ان انا اجارد اجينست اي ريسك ممكن تصيبه عشان اوصل في الاخر ان هو يبقى اتعالج ويبقى سيف ومضر التعالج ومضر من غير مضر. تمام كده؟ الفارماكو داينامكس هنتكلم عليها قدام شوية. خلاص يعني دي هنجيبها تفصيل قدام شوية. خلينا دلوقتي في الفارماكو كايناتكس. هنا هنتكلم على خلاص احنا عرفنا يعني ايه فارماكو كايناتكس. طب هو انا ايه الفيسيولوجيكال تشينجز؟ مش احنا قلنا ان الشخص يبدا يتقدم في العمر، في تغيرات بتحصل في جسمه بيديكلاين بعد ما كان on the peak of growth يبدأ يدكلاين في الفانكشنز بتاعة الأورجنز بتاعته، فهيترتب عليها تغير في الدورة. طب هي ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ هنتكلم هنا عن أورجن أورجن. مثلا هنبدأ بالجي اي سي. وايه اللي بيحصل في الجي اي سي؟ ايه الفيسيولوجيكال تشينج اللي مع المصاحب لعملية الايجنج دي؟ قالت انه الاستومك بي اتش بتزيد. يعني الاستومك بي اتش ايه؟ اسيدك. فلما تزيد يعني الاتش سي ال هيقل. بيقول لك هيعمل لي حاجه اسمها اكلورو هايدرا. خلاص يعني الاتش سي ال هتقل. طب انا برضو يعني ايه المشكله لما الاتش سي ال يقل؟ ايه اللي هيحصل؟ لا مشكله. في ادويه عشان يحصل لها ابزوربشن محتاجه اسيدك ميديم. فلما البي اتش تزيد يعني انا الاسيدك ميديم عندي ما بقاش موجود، فبالتالي الابزوربشن بتاع سام دراجز النيوترينتس اللي محتاجه اسيدك انفايرمنت هتبدا تقل. زي ايه؟ اكزامبلز هنا مهم زي الاير والفيتامين بي 12 والانتي فانجلز والكالسيوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيبدا الجي اي بلاد فلو يقل. البلاد فلو في الجي اي دي هيقل وهيبدا يحصل عندي انه الجاستريك امتنج هتبقى بطيئه وحاجه اسمها سلود جي اي ترانزيت. يعني ايه بقى هتبقى بطيئه؟ يعني ايه سلود جي اي ترانزيت؟ يعني بيقول لك انه الحاجه اللي بتخش الاستومك هتقع فيها وقت اطول والبلاد فلو هيقل. طب انا ايه المشكله اللي هتحصل عندي؟ لا طبعا مشكله ان الريت اوف ابزوربشن هيبدا يزيد. ولما الريت اوف ابزوربشن يزيد يعني بعد مثلا ما الحاجه كانت بتقعد في الاستومك ربع ساعه مثلا تقعد ساعه. فلو انا يعني لو هو حد هياخد NSAIDs مثلا، NSAIDs ممكن تعمل ألسر، فممكن تزودني الريت ان هو الشخص يحصل له ألسر. او مثلا زي الاسبرين والبوتاسيوم كلورايد تابلت. اذا عندي مشكله هبدا بقى هشوف انا، طب انا لو مضطر اديله هعمل ايه؟
دي حتة الريسك بنفيت اللي أنا بكلمكم عنها، وتفصيلا برضه هتبنينا قدام شوية. أبدأ بقى أشوف أنا بقى، والله لو أنا مضطرة أدينه إنسين وأنا خايفة من الألسر هشوف بقى، لا يبقى أدينه مثلا معايا بروتون بامب انهبيتور وهكذا. برضه قصة الـ NSAID دي عندنا في الشابتر الـ GIP، يعني هنتكلم عنها باستفاضة أكتر من كده. بس اللي يهمني بس هنا نفهم هما الـ 2 points دول، موضوع إن الـ pH بتزيد، الفينيتين بيقل، absorption بتاع some drugs هيقل، blood flow اللي رايح الـ GIP هيقل، والـ emptying هيقل، فالـ absorption rate هيحصل له prolongation، فخاف من الـ NSAID والاسبرين والبوتاسيوم كلورايد ساتشيت. تمام كده معايا؟ طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه هنتكلم عن ايه اللي بيحصل في السكين. بصوا اللي بيحصل في السكين لما الشخص يبدا يتقدم في العمر، ان هو هيحصل حاجه اسمها سينينج اوف ذا ديرمس. طبقه الديرمس هتبدا تبقى رقيقه قوي، حصل لها سينينج، والطبقه بتاعت السبكيوتينيوس فات هتبقى تكاد تكون مش موجوده. طب انا يعني ايه اللي هيحصل؟ بصوا نبوبه كده سنه صغيره، هو السكين لايرز عباره عن ايه؟ ثلاثه، الابيدرمس والدرمس دي تحتيها والسبكيوتينيوس فات تحتيهم. خلاص لما انا بحط باتش هلزق باتش على الجلد ده على الابيدرمس، خلاص، وبتبدا ان هي الكونتنت بتاع الميديكيشن او الكميه بتاع الميديكيشن اللي في الباتش دي تبدا تعمل حاجه اسمها دراج ريزرفوار، اللي من خلاله هتبدا تمتص شويه بشويه، ما هي هتعدي بقى من الديرمس وبعدين السبكيوتينيوس فات وهكذا. فانا ممكن احط فيه باتش مثلا، ممكن تتحط 8 ساعات او على اساس انه كميه الدراج مش هتخش الجسم مره واحده، لا دي هتخش على مراحل، تبدا ان هي تخش على مراحل تعدي من الدرمس وبعدين يحصل امتصاص، يحصل امتصاص للسبكتينيوس فات عشان هي فيها كونكتيف تيشوز، وتبدا بقى ايه الـ يعني الكونتنت بتاع الباتش يروح للبلانت. خلاص فالريزرفوار دي يعني هو الميديكيشن سبلاي جرادولي بيدخل شويه بشويه وكونستنتلي بكميه معينه في وقت معين، بدل ما كل الكميه تدخل از سنجل دوز. طيب انا بقى لما اللي هي بتاع السبكتينس فات دي تبقى مش موجوده، يحصل لها لوس، يحصل سنجل دوز، هيحصل تغير عندي في الدراج ريزرفوار، هيبقى هيقل او يعني مش موجود. فممكن اخاف بقى هنا، اخاف بقى على الناس الكبار اللي بياخدوا باتش، اخاف من زياده الابزوربشن. هنا كده يا جماعه الجزء ده. نيجي بعد كده لموضوع البادي كومبوزيشن. بصوا نركز بقى في الحته دي شويه. ايه اللي بيحصل؟ جنرالي في البادي كومبوزيشن التوتال بادي ووتر بتاعه الجسم هتقل. طيب بيحصل ايه؟ ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الووتر سوليبل دراجز هيقل. زي مين؟ الليجوكسين. دي بوينت، البوينت الثاني. اللين بادي ماس هيقل. هو مين ايه اللين بادي ماس ده؟ بص هو الويت بتاع البادي من غير الفات، هو ده اللين بادي ماس. طيب والبادي فات هتزيد، الله احنا مش لسه قايلين فوق في السكين ان السبكيوتينيوس، لا توتال يعني البادي فات للجسم كله هتزيد فيما عدا اللاير الفات، الفاتي لاير بتاعت السكين هي اللي هتقل. ده بس الاختلاف. طب وانا لما البادي فات تزيد ايه اللي يحصل؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع ليبيد سوليبل دراجز هيزيد. خلاص زي مين؟ زي البنزودايزبين، خصوصا الدايزبام. هناخد هنا بالنا. طيب ايه كمان اللي بيحصل عندي؟ بيحصل عندي انه بيقل السيرم البومين. هو ايه السيرم البومين ده؟ ده بايننج بروتين. خلاص بيمسك في ايه؟ بيمسك في الاسيدك دراجز. زي مين؟ زي الفينيتون. فلما يبدا يقل يبقى كميه الفري فينيتون اللي موجوده في الجسم تبدا تزيد. اخد بالي بقى هنا، يبقى هو مش الدوز
مش هي هي زي حد ادلت. يبقى لما تمسك دراكشيت في مستشفى لبيشنت وتلاقيه 65 سنة أو أكتر وتلاقيه مكتوب له في تايم، تبدأ إيه نقف كده ونشوف بقى إيه هنأدجست إزاي. دي حاجة. الحاجة التانية، في حاجة برضو اسمها ألفا 1 أسيد جلايكوبروتين، ده برضو بايندينج بروتين بس بيمسك في البيزك دراجز. ده بقى هيزيد، يبقى الفري بيزك هي إيه بالعكس هنا هيقل. زي ايه الفري بيزك؟ زي البروبرانولول. خلاص كده يا جماعه فهمنا الجزء ده. برضه نتكلم هنا عن حاجه اسمها البي جلايكوبروتين. هي ايه البي جلايكوبروتين دي بقى؟ بص، البي جلايكوبروتين دي افلكس طبعا برضه احنا في الكاينتكس هيبقى فيه، هنتكلم باستفاضه عن البي جلايكوبروتين. انا بس هاخد من هنا جاست كده معلومه ان هي افلكس بامب، يعني هي حاجه موجوده في سيفرال اورجنز، ممكن تبقى موجوده في البرين وفي الجي اي تي وهكذا. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تجارد اجينست دراج توكسيستي. خلاص، بتحمي الجسم انه يحصل له توكسيستي من الدراج. ازاي؟ ان هي بتعمل ليميتيشن للابزوربشن بتاع الدراج. ازاي برضو؟ هي افلكس بامب يعني ايه؟ يعني اكن حاجه افلكس بتخرج الحاجه لبره، فيجي مثلا حاجه هتعدي البلاد برين بارير فتبدا ان هي تطردها لبره، تسمح بحاجه بنسبه معينه فاحافظ في علامه الابزوربشن. طب انا لما البي مايكروبروتين دي مع التقدم في العمر تقل، ايه اللي يحصل؟ يبقى هتبدأ أدوية كثيرة، مثلا البرين أدوية كثيرة تعدي بلاد برين بارير ويحصل لها، يحصل أبزوربشن بكمية أكتر من اللي بيحصل للشخص الأدلت. خلاص؟ طب زي إيه؟ زي هنا مثلا زي الأوبيويد. الأوبيويد في الناس الكبار لا بيحصل لها أبزوربشن بشكل أكبر من الحد الأدلت. هنا بقى إيه؟ خد بالي، لو أنا حد جيرياتريك هياخد أوبيويد. خلاص؟ دي بصوا مهمة جدا جدا جدا. نتكلم بعد كده على ايه؟ على الليفر ماس. هو ايه بقى اللي بيحصل؟ بصوا، أول حاجة نعرفها إن الليفر ماس هيقل. طب لما الليفر ماس يقل مع التقدم في العمر، يترتب على كده ايه؟ إن البلاد فلو اللي رايح الليفر هيقل. طب لما وايه كمان؟ لما الليفر ماس يقل السايد انزيمز هتقل عشان هي بتتصنع جوه الليفر. طيب لانه الليفر ماس هيقل فكميه الانزيمز اللي هتتصنع دي هتقل. ايه السايد انزيمز دي؟ برضو ده يعني تفصيلا تفصيلا في الكاينتكس، ولكن بريفلي كده هي مسؤوله عن الفيز 1 ميتابوليزم. والليفر اصلا بيحصل ايه؟ بيحصل فيه الميتابوليزم بتاع الدواء. طب هو بيحصل الميتابوليزم ازاي؟ برضه يا جماعه هنقولها بريفلي قوي لان كل ده كاينتكس، لكن المعلومه اللي تعرفها هنا ان الميتابوليزم بيحصل في الليفر، وان الميتابوليزم ده حاجتين فيز 1 وفيز 2. فيز 1 ميتابوليزم دي اللي هي الاكسديشن والريدكشن والهيدروليسيس، وفيز 2 دي اللي هي الكونجيجيشن. خلاص؟ طيب يبقى الحاجات اللي بيحصل لها فيز 1 ميتابوليزم، اللي بيحصل هنا ان الفيز 1 ميتابوليزم هتقل، فيبقى الكميه بتاعه الدواء هتبقى موجوده بشكل اكبر. اللي هم مين بقى؟ اللي هم زي المورفين والبروبرانولول. هنا اخد بالي، لو انا عندي دواء بيحصل له فيز 1 ميتابوليزم، لا اخد بالي بقى لو هو حد جريت عشان الفيز 1 دي هتقل. فهي لما هتقل هيحصل ايه؟ الهاف لايف بتاع الدراج هيزيد، والكليرنس بتاعه من الجسم هيقل، فممكن يعمل لي سايد افكت اتيك كير. ولكن الفيس 2 بقى، الادويه اللي بيحصل لها فيس 2، الفيس 2 ما بيحصلش فيها تشينج. طيب زي مين الادويه دول؟ زي اللورازيتام والاوكسازيتام والتيمازيتام. ناخد بالنا دول بنزودايزابين. طب لما دول ما فيهمش مشكله، اذا لو انا عندي حد جيرياتريك كبير في السن محتاج ياخد بنزودايزابين، لازم انا ككلينيكال فارماسيست ابقى عارف انه الثلاثه دول
ممكن ياخدهم، مفيش منهم يعني انا مش هخاف منهم، مفيش منهم مشكلة. طيب نيجي بعد كده للرينال. فين لما قلت لكم ان الاليمينيشن ده the most clinically important pharmacokinetic change بيحصل في الالدرلي بيبول هو الرينال اليمينيشن، وقلنا تفصيلا برضو قصة الاليمينيشن في النفرولوجي. ولكن المعلومة اللي انا استفيدها هنا انه وظائف الكلى بتقل، يعني الجلوميرولر فلتريشن ريت بيقل، رينال بلاد فلو بيقل، تيوبولر سكريشن بيقل، رينال ماس اوفر اول بتقل. فجنرالي الرينال اليمينيشن بتاع ميديكيشنز كتيرة قوي هيقل، فالهاف لايف هيزيد. فده يا جماعة this is a clinical significant clinical effect، يعني دي حاجة significant جدا مهمة جدا اخد بالي منها يعني كحد pharmacist بيشتغل، لانه medication كتيرة قوي هتضطر ان انت تأجست وتعدل الدوزس بتاعك. خلاص بصوا هنا، لا بصوا هنفوت بس السلايد دي هنرجع لها تاني. انا بس حابة اضيف حاجة على موضوع الرينال elimination ده، وهو انه طيب انت زي ما قلنا ان الرينال elimination دي حاجة مهمة قوي، وان هي بتقل في الالدرلي بيبول، طب انا بحسبها ازاي؟ بص انا بس عايزاكم تعرفوا هنا اسم الاكويجن اللي هي the valid method to estimate creatinine clearance اسمها Cockcroft-Gold equation. برضه يا جماعه في النفرولوجي تفصيلا بقى ايه الايكويشن وايه المور فاليد وايش معنى ديت اند سو، ولكن دي بس انا بس محتاجه انتوا بس جاست وكده عارفين اسمها، وهتتشرح باستفاضه في النفرولوجي وتبقوا عارفين شكلها. بصوا هتاخدوها كتير في النفرولوجي، فممكن بس ايه تبقى في دماغكم كده ان انا 140 ماينس الايج في الويت على السيرم كريات في 72، ولو في ميل بضرب في فاكتور. دي حاجه ثانيه بيقول لك انا بعتمد على الكرياتينين كليرنس مش السيرم كريات. ليه؟ برضه هنت سريع كده، السيرم كريات ده الكرياتينين ده هو الاند برودكت بتاع المسل ماس، ولما الشخص بيكبر في العمر المسل ماس اصلا عنده بتقل، فكميه الكرياتينين اللي بيطلع في السيرم اصلا بيبقى قليل، فممكن يديني. فانا بقى لما الاقيه قليل اقول يبقى الكيدي فانكشن عنده كده تمام وكويس. لا ما اعتمدش عليه واحد، لذلك بستخدم الايكويشن اللي قلناها قدام اللي هو انا بحسب كليرنس، بحيث انه السيرم كرياتينين يعني ده اتس ا فاكتور في تقييمي للكيدني فانكشن، لكن مش بعتمد عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان كده برضو من كتر ما هو ممكن يبقى قليل قوي، فبعض الكلينيشنز قالوا طب احنا لو لقيناه قليل قوي لقيته بقى 0.5 و0.4 لا اعمل له راوند ل 1، ولكن برضه لقوا ان هي مش يعني ممكن قصه الراوندنج دي ما تكونش يعني عليها اختلاف. خلاص انا بس عشان بس ما تتشتتوش وتتلخبطوا عايزه اقول بس تعرفوا ان انا ما بعتمدش على السيرم كرياتينين لوحده، ودي الايكويشن اللي انا بستخدمها اسمها كوكروس جولد ايكويشن، وانه السيرم كرياتينين ما هواش ما ينفعش استخدمه as a sole indicator للكيدني فانكشن in elderly people. بص هي دي الجملة اللي أنا تعرفوها في النفرولوجي، بقى يعني هتفهموا أكتر بكتير تفاصيل الكلام ده، بس أنا هنا مش محت... يعني مش محتاجين هنا أكتر من كده. خلاص؟ طيب نرجع بقى لأول بوينت عندنا هنا. خلاص فهمنا قصة الإليمينيشن وقد إيه هي مهمة و و و و و عشان كده جنرالي، وفهمنا كمان مش في الإليمينيشن بس، إن في ميديكيشنز ممكن تبقى ليها بروبيديت وممكن تعمل لي مشاكل، وده هيبان تفصيلا اكتر لما نجو ثرو كده التوبكس عندنا في التشابتر. فقال لك انه في حاجه اسمها الامريكان جيرياتريك سوسايتي عملت حاجه اسمها بيرد كرايتيريا. هو بدايه بقى ايه الامريكان جيرياتريك سوسايتي دي؟ بص هو بره بيكون في دايما يعني مثلا احنا قلنا ان هم عايزين يهتموا بكبار السن عشان الادويه اللي بيستهلكوها، عشان هم عايزين يقللوا الكوست اوف ذا ميديكيشن والداتاز اللي بتحصل والهوسبيتال ادمشن اند سو، فبيبداوا يعملوا حاجات زي مثلا هم دلوقتي مثلا حصل في بورد جيرياتريك عشان يحسنوا من دور الكلينيكال فارماسيست ويزودوا الافكتفنس بتاعته. فهم عايزين يكيروا بقى على اصلا الفئه دي، فعملوا حاجه اسمها امريكان جيرياتريك سوسايتي، دي نون بروفيت اورجنايزيشن.
فيها هيلث كير بروفيشنالز كتير قوي هم معنيين ومهتمين بان هم يحسنوا الكواليتي اوف لايف اوف اولدر بيبل. دي بوينت ان هم يخليهم ناس اندبندنت، يعني يقدروا يخدموا نفسيهم ويقدروا يعملوا يدين مع الحياه بشكل طبيعي، ما يبقوش معتمدين على حد. فبيبدأ ان هم يحطوا بوليسز كتيره ويعملوا بروجرامز كتيره ويعملوا ريسيرشز ويعملوا بابليك اديوكيشن وهكذا. تمام، ودي الصوره للويب سايت بتاعهم، ممكن ندخل كده ونتفرج وايه يعني هيعجبكم قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب هي ايه بقى البيز كرايتيريا اللي هم حطوها دي؟ قال لك هم حطوا كرايتيريا لل inappropriate medication use. وهنيجي قدام شويه لل inappropriate medication use، يعني زي ما احنا قلنا دي فئه عمريه يعني بيحصل طبيعي لوحدهم مشاكل في الاورجن سيستم، في الفانكشن بتاع الاورجن، تغيرات في الفارماكوكاينتكس يعني تأثري على استخدامهم للأدوية. فما جيش أنا كمان أديهم حاجات، يعني هم أصلا عندهم مشاكل لوحدهم، ما جيش أنا كمان أديهم مديكيشن ممكن تضرهم. فقالوا طيب نعمل حاجة اسمها فيوجي كرايتيريا، هي ليست كده فيها أدوية يفضل إن إحنا ما نستخدمهاش لل ممكن تعمل لي مشاكل للناس الجرياتريكس دول. وبدأوا إن هم يقولوا إيه هي الأدوية دي وإيه الريسكس دي، وبدأوا ان هم يعملوا الليست دي تحصل لها ابديتنج على طول وهكذا. بس هنت كده بسيط، مثلا طب عايزين بس اكزامبل نفهم كده شويه، يعني مثلا الحاجات الانتي كولينرجيكس ليه انا ما بحبش اديها لحد كبير؟ بيقول لك الانتي كولينرجيكس دي يعني ايه؟ يعني هي بتبلوك الاكشن بتاع الاسيتايل كولين، بتقلل الاسيتايل كولين، فهتاثرني على حاجات كتير، فتعملي سايد افكت منها، تعملي دراوزنس، تعملي كونفيوجن، وتعملي دراي ماوث اند سو. وزي ما نعرف قدام اصلا الناس الكبيره دي ممكن لوحدهم اصلا يعانوا من مشاكل في الكوجنيشن والذاكره، فمش ناقصين بقى كمان. فده مثلا مثال. مثال تاني زي مثلا تاني دايتين، زي الدايت بتاع المسائل ان هو اتراك سيف لحد جيرياتريك ان هو ياخده الي، عشان هو برضه يعمل لي دراوزنس، فممكن يخلي الشخص الكبير في السن عرضه ان هو يقع. وزي برضه ما هنشوف قدام شويه موضوع ان حد كبير في السن يقع ده يعني مشكله كبيره جدا. ليه مشكله كبيره جدا؟ عشان هو لو وقع يبقى عرضه ان هو يتكسر ويحصل فراكتشر في البونز. وموضوع البون فراكتشر ده صعب قوي ان انا اعالجه لحد كبير في السن، لانه موضوع انه الكسر ده يلتئم بيبقى صعب قوي. وهكذا بقى ليست كبيره عريضه، ممكن نجوجل كده فيوز كرايتيريا، ولو عايزين ايه تتصفحوها كده زي ما بنقول. فهم عايزين فاينلي يوصلوا للاستراتيجي انه الهيلث كير بروفيشنال والبريسكرايبرز يعملوا مونيتورنج، يعني يبقى في مونيتورنج للميديكيشنز اللي بتتكتب الهيلث كيرز، فاهمين انه في حاجات inappropriate للناس دي ان هي تاخدها، وانا لو انا اقدر استبدلها بحاجات تانية هيبقى افضل. وان انا بوازن ما بين البنفيت اللي انا هجينها من استخدامي للميديكيشن ده والريسك اللي هيترتب عليه. تمام كده؟ بس دي experience criteria. نيجي بقى للجزء بتاع الفارماكو دايناميك تشينجز اللي بتحصل. طيب هو ايه هو ايه الفارماكو دايناميكس دي؟ الفارماكو دايناميكس دي بتتكلم على هي بتستدي هاو ذا دراج اكت اون ذا بودي. خلاص، يعني بتتكلمي على علاقه الدواء بالريسبتورز وايه اللي بيحصل. طيب هو ايه اللي بيحصل بقى لما الشخص يتقدم في العمر؟ يعني في شويه تغيرات كده بتحصل. خلاص، هيترتب عليها تغيرات برضو في اللوز شانسو يعني، وتفكير في استخدام بعض الادويه. فبيقول لك انه نتيجه الفارماكو دايناميك تشينجز اللي بتحصل للالدرلي بيبول دي، في بعض الادويه بتزيد السنسيتيفيتي بتاعتها، يعني السنسيتيفيتي بتاعتها للريسبتورز بتزيد.
وفي بعض الأدوية بتقل السنسيتيفيتي بتاعتها. وهنتكلم تفصيلا أكثر يعني إيه بتزيد السنسيتيفيتي بتاعتها وبتقل السنسيتيفيتي بتاعتها وهكذا. فبيقول لك إنه عامة بيحصل تشينجز في الريسبتور سايت. خلاص؟ يعني إيه بقى تشينج في الريسبتور سايت ده؟ بشكل تاني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تشينج في الافينيتي بتاع الدراج للريسبتور، وايه كمان؟ وبيحصل تشينج في النمبر بتاع الريسبتور في التارجت اورجن. يعني ايه؟ مش هو الدراج عشان يشتغل بيمسك في ريسبتور اورجن معين؟ طب انا اصلا بيحصل لي تشينج في العدد بتاع الريسبتورز ديت. بيحصل ايه كمان؟ بيحصل alteration في الستركتشر بتاع الريسبتور. تمام كده يا جماعه؟ طب انا لما يحصل كده يترتب على ده ايه؟ ان في حاجات السنسيتيفيتي بتاعتها هتزيد وفي حاجات السنسيتيفيتي بتاعتها هتقل. زي مين بقى؟ الانكريز سنسيتيفيتي دي زي مين؟ زي البنزودايازيبين. عشان كده قلنا ان انا بخلي بالي من البنزودايازيبين عشان السايد افكت بتاعتها هتزيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي الاوبيويد اتكلمنا عليها، واتكلمنا ان في جلايكوبروتين بتقل والبرميابيلتي بتاعت البرين بتقل. لذلك انا لو هدي اوبيويد لشخص جيرياتريك الدوز اللي هديها له هتختلف عن الادلت دوز. خلاص؟ والافكت بتاع الدوز اللي هياخدها الادلت هتختلف عن الجيرياتريك. تمام؟ طيب ايه كمان؟ الانتي سايكوتكس. بصوا هي الانتي سايكوتكس عشان الاكسترا بيراميدال ايفكت والتارجت كاينيزيا. احنا هنتكلم عن الانتي سايكوتكس باستفاضه جدا في نيورو او السايكاتري. خلاص؟ وهنتكلم سايد ايفكت ومين التابيكال والاتابيكال انسون. ولكن بشكل بريفلي كده نعرف ان الاكسترا بيراميدال افكت دي موتور ديس اوردر، يعني ماسل كونتراكشنز، بطء في الحركه، تريمور، ريجيديتي اند سو. طب التارجت ديس كاينيزيا دي irregular موفمنت. خلاص؟ طيب الانتي ديبريسنت، الالفا بلوكر، الانتي هايبرتنسيف. بخاف من الاورثوستاتيك هايبوتنشن. الانتي هايبرتنسيف ممكن تعملي الاورثوستاتيك هايبوتنشن، نتكلم عليه قدام شويه. يعني ايه بيحصل ازاي؟ الوارفرين الايفكت للوارفرين يزيد. يعني انا الدوز ممكن نفس الدوز الايفكت بتاعها في الادلت غير الجيريات. طبعا بخاف من البليدنج، بحتاج ان انا امونيتور وادجست الدوز. بخاف برضو من جي اي تي بليمين في الانسيز. بخاف من الانتي كولينرجيكس عشان السايد افكت بتاعتهم بتزيد، اللي هم ايه بقى؟ دراي ماوث، يورينري ريتنشن، كونستيبيشن، كونفيوجن، ديليريوم. فهمنا يا جماعه شويه؟ يعني احنا نقصد ايه؟ يعني السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز الحاجات دي بتزيد، فبالتالي السايد افكت والاكشنز بتاعتها بتزيد. طيب دي بقى للعكس، لو انا اقول decreased sensitivity. بصوا معلومة، هو البيتا ريسبتورز في الالدرلي patients بيقلوا، فبالتالي whatever agonist او antagonist بيشتغلوا على الريسبتور بس باكشن مختلف، ده agonist وده antagonist. طب هما العدد نفسه بتاعهم قل، يبقى الايفكت whatever هو بيتا بلوكر او بيتا agonist برضه هيقل. تمام؟
طيب تاني حاجة بقى هي ايه؟ الـ impaired homeostasis. وايه الـ homeostasis دي اصلا؟ هي الحاجة اللي بتحافظ لي على الـ internal environment of the body وبتخليها لي stable. زي ايه؟ زي الـ blood pressure وزي ايه كمان؟ الـ electrolyte balance. لا مش فاهمة بقى يعني ايه بقى الكلام ده؟ بشكل اوضح يعني الهوميوستاسيس دي بيحصل لها impairment. يعني ايه؟ يحصل لها مشكلة. طيب ناخد examples كده عشان نفهم اكتر. يعني مثلا الكارديوفاسكولار سيستم ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه الimpairment للهوميوستاتيك ميكانيزم اللي بيحصل وايه اللي بيترتب عليه؟ بيحصل ان البارو ريسبتورز بتدكريز. خلاص الريسبونس للبارو ريسبتور بيقل كمان. وايه البارو ريسبتورز دي؟ بارو يعني حركه، ريسبتور مستقبلات، هي مستقبلات الحركه. اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتظبط لي البلاد بريشر. لا نفهم بشكل اوضح. بصوا هو انا مثلا لو عندي حد صغير في السن خلاص وكان قاعد وقف فجاه، مش ممكن يدوخ شويه؟ وعامه لو حد صغير ضغطه هو قاعد المفروض يبقى هو ضغطه هو واقف، بس لو حصل ان هو قاعد وقام فجاه ممكن يحس انه دايخ، بس على طول الدوخه دي خلاص بتروح. ليه بقى؟ لانه البارو ريسبتور تبدا تشتغل وتبدا تظبط البلاد بريشر، ولانه كمان البلاد فيسلز كويسه والاستيك فتبدا تعمل فازو كونستريكشن فتمنتين البلاد اللي رايح للبرين، فيبدا يبقى خلاص ما عندوش مشكله. لكن الجيرياتريك بيرسون بقى ايه اللي بيحصل عنده؟ بيحصل هوميوستاتيك امبيرمنت، البارو ريسبتور ريسبونس بتقل، فبالتالي لما يبقى قاعد بيقوم فجاه ايه اللي يحصل؟ ما هي البلاد فيسلز مش الاستيك، فبالتالي مش هتقدر تمنتين البلاد اللي رايح البرين زيها زي حد صغير، فممكن يقع والضغط يقع فيحصل اللي احنا بنسميه ايه؟ orthostatic hypotension. تمام كده لحد كده يا جماعه؟ طيب وانا بقى بخاف من الاورثوستاتيك hypotension دي ايه؟ ويقع ضغطه هيقع بعرضه ان هو يقع بعرضه ان هو يجيله فراكتشر. والwound healing في الناس الجيرياتريكس صعب قوي، فلذلك دي تبقى مشكله كبيره. طيب يبقى هنا بخاف بقى من ايه؟ يعني هو بيبقى عرضه للاورثوستاتيك هايبوتنشن. كمان بقى لو بياخد دايريتكس ولا بياخد ايس انهبيتر بيوطوا الضغط اكتر، فبخاف من الميديكيشن دي. خلاص نرجع تاني للجمله اللي بنقولها، احنا محتاجين نوازن، محتاجين نوازن بالحاجات اللي بنستخدمها. ده فئه عمريه ليها مشاكل كتير بطبيعه سنها، فمش محتاجه كمان اكون بديها حاجه تزود لي مشاكل على مشاكلها. خلاص يا جماعه؟ طيب حاجه ثانيه، مثلا لو بصينا على البلاد برين بارير، مش احنا فاكرين لما قلنا عندنا حاجه اسمها بي جلايكوبروتين هي افلكس بامب، وبتقل في الجيرياتريك بيشنت كميه الاوبيويد عندي البلاد برين بارير بتزيد والبيرميابيليتي بتاعت البلاد برين بارير بتزيد، فاخد بالي من الاوبيويد دوز لو انا هديها بايه؟ بجيرياتريك بيشنت. طيب دي حاجه. اخد بالي كمان من ايه؟ من الالكترولايت بالانس. ويقول لك ان الشخص الجيرياتريك ده بيكون عنده مشكله في الالكترولايت بالانس، لذلك بيكون عرضه للديهايدريشن اكتر من حد ادلت. فالمفروض يشرب كميه ميه اكتر. اخد بالي من الهايدريتك هايدريشن ستيت. طب لو بياخد كمان دايريتكس، لا ما هو مش ناقص، هو اصلا بطبيعه سنه والتغيرات اللي بتحصل له يبقى عرضه للديهايدريشن، فكمان انا اديله دايريتك هي ايه؟ هيورسن الكيس اكتر. خلاص؟ فهمنا كده يا جماعه الجزء ده؟ طيب الطابق اللي جاي بعد كده حاجه اسمها، او السلايد اللي جايه السلايد بتاعها optimal pharmacotherapy in older people. يعني ايه؟ يعني انا هدفي ايه في الناس دول؟
كبار السن دول اللي عندهم مشاكل كتير، انا عايزه اوصل لاوبتيمال فارماكو ثيرابيوتيك ريجيمنت. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا شفنا كده هم عندهم مشاكل وممكن اكون مضطره ادي ادويه في منها سايد افكت، فانا ببدا هنا اوازن واقارن ايه البنفيت اللي انا هجينه من ان انا ادي البيشنت الميديكيشن ده، وايه الريسك اللي ممكن يقع عليه، واوازن واشوف انا هعمل ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو قدر المستطاع بنحاول ان احنا نديوس الريسك. ازاي بقى؟ زي ما قلت ميديكيشن ممكن استغنى عنه خلاص اشيله. ميديكيشن ليه سايد افكت كتيره وممكن اعملها مينيمايزيشن، اعمل لها اعمل دوز ادجستمنت اخد بالي، واتكلمنا عن موضوع الدوز ادجستمنت ده في الرينال اليمينيشن. خلاص الكيدني فانكشن بتقل، الرينال اليمينيشن بنقل بتقل، فنظبط الرينالي اليمينيتد دراجز. خلاص والله لو في الترنت ميديكيشن يبقى مور ابروبريت ادهوله، واخد بالي من الثيرابيوتيك ويندو بتاعه الميديكيشنز. هو يعني ايه ثيرابيوتيك ويندو؟ ثيرابيوتيك ويندو دي هي الرينج اوف ذا دوز ذات برودوس ا ثيرابيوتيك ريسبونس من غير ما تديني سيجنيفيكانت ادفيرس افكت على البيشنت. طيب مش احنا قلنا انه هو بتحصل تغيرات في فسيولوجيه وبتحصل بتاثرني على الميديكيشنز، فالدوز اللي بياخدها ادلت مش زي الدوز اللي هياخدها حد كبير في السن، فاخد بالي ان الثيرابيوتيك ويندو دي ممكن تبقى اصغر، فمحتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعمل دوز ادجستمنت. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده لايه هنا؟ نتكلم على ازاي بقى تاسس او تعمل اسسمنت للريسك اللي ممكن يحصل في حد كبير في السن نتيجه للادويه. ازاي انا هاسس الريسك ده؟ هبص على كذا بوينت. اول حاجه موضوع الاوفر يوز اوف ذا ميديكيشن. بصوا بتلاقوا ان حد كبير بيستخدم ادويه كتير لكذا سبب، منها ان هم بيبقوا يعني عندهم موضوع كثره الشكوى، يعني انا حاسس ان انا مستضعف عايز دواء للصداع، انا حاسس ان انا مش عارفه الباور بتاعتي قليله فعايز فيتامين، انا مش عارفه انام فعايز منوم، انا عندي حموضه فعايز حاجه للمعده، وهكذا. موضوع الاوفر يوز اوف ميديكيشن ده كمان بيبقى بسبب مش بس الانسيسري دراجز اللي ممكن يبقى الجياتريك بيرسون بياخدها، لا ده ممكن يكون بسبب ان في ادويه بتتكتب له كتير، ممكن يكون بيشتكي من كذا حاجه بيروح لكذا بريسكرايبر، تكتب له كذا روشته، ممكن تبقى بقى الروشتات دي في حاجات متعارضه وحاجات نفس الفك وحاجات الدوزس مش مظبوطه. كمان موضوع الكير ترانزيشن ده انه ممكن عاده كبار السن وخصوصا هنا في مصر يكون حد قاعد معاهم بياخد بالهم منه، ممكن يكون الحد ده متغير، فكل واحد بقى مش عارف الميديكيشن بياخد ايه مش بياخد ايه، ده وقف فاللي جه ما عرفش ان الدواء وقف وايه، وهكذا. خلاصه بقى قصه الاوفر يوز دي ان احنا نعمل ايه عشان نحجمها وان احنا نحاول ان احنا يعني نجارد اجينست الريسك بتاع الاوفر يوز اوف ميديكيشن، ان انا بصوا هي جمله كده discontinue any medication without indication. اي دواء مش هيكون له indication اعمل ايه؟ اوقف. خلاص؟ طيب في حاجة تانية برضو الـ under use of medication، يعني ايه؟ يعني مثلا هو ممكن يكون حد كبير في السن مكتوب له دواء ضغط ولا دواء سكر ولا انتي كواجلنت، وهو يكون فاكر ان الدواء هيضره، يقول لك لا ده هيعمل لي سيولة، لا ده هيوقع لي الضغط وهيأثر عليا، لاني هايبوتنشن فمش هاخد. ده برضه مش صح. او موضوع بقى الـ non-adherence ان هو مش ملتزم بالميديكيشنز المكتوبة لي، ودي ممكن نكون برضو ليها كذا سبب. اولا بسبب انه بياخد ادوية كتير، وبياخد ادوية كتير دي اللي هي complex drug regimen او ما يسمى بالبولي فارماسي. بولي فارماسي يعني انه
يكون مكتوب له بصوا بحدده عددها من اربع، من اول اربع ادويه لتسعه او اكتر، يعني من اول اربعه بقى وانت طالع دي فولي فارماسي خلاص مع بعض. The use of multiple medication concurrently. خلاص؟ فده ممكن يخليه مش واخد باله، مش عارف ادويه كتير قوي والريجيم معقد، فمش عارف حاجات بينساها. ممكن تكون نتيجه للديمنشيا، هو بينسى فمش مركز، مش عارف ياخد ايه وما ياخدش ايه. او ولا ده ولا ده، ممكن يكون الكوست غالي عليه فمش بياخدهم كله. وممكن يبقى intentional زي ما قلنا، هو حاسس ان الدواء ده هيضره فمش بيلتزم بيه. اخر حاجة هنا موضوع withdrawal syndromes. بصوا انه في medications كتيرة انا لو وقفتها فجأة ترجع symptoms ترجع تاني، زي anti-hypertensives والanti-depressants والanxiolytic والpain medications. لذلك بنصح المريض انه الدواء ده وده وده لما بنوقفه بنوقفه بالطريقة الفلانية، مش بنوقفه كده على طول. طيب في حاجة اسمها بعد كده الـ inappropriate medication. خلاص كلمنا على الـ basic criteria يا جماعة، وقلنا ان هي اتعملت عشان تبقى guidance للـ health care professional وهم بيكتبوا أدوية أو prescribe medication للـ geriatric people. خلاص اتكلمنا عليها ايه في سلايد قبل كده، وقلنا ان هم زي مين، الانتي كولينرجيكس والبنزودايزابينز والانسيز والجي اي تي ميديكيشن والانتي سايكوتكس اند سو. طيب في بقى حاجه ثانيه اسمها الوايزلي كامبين، تشوزينج وايزلي كامبين. ايه الوايزلي كامبين ده؟ هو بيهدف لايه؟ بصوا هو دي حاجه بتهدف انه يكون في كونفرزيشن ما بين الكلينيشن والبيشنت عشان اوصل واقدر اساعد الجيرياتريك بيشنت ده، واوصل لايه بقى؟ انه اي ميديكيشن بياخده يكون سبورتد بايفيدنس، وان ما يكونش فيه دوبليكيشن الحاجات اللي بياخدها، سواء ادويه سواء تستات بيعملها سواء عينات بيسحبها سواء بروسيدير، وان يكون اي دواء بياخده او اي بروسيدير بيعمله يكون فري فروم هارم، وانه تكون فعلا ضروريه انا مش برهقه وخلاص. زي ما قلنا شخص عنده مشاكل كتير، ممكن يبقى تعبان، يعاني من امراض كتير، فانا عايزه اوصل للاوبتيمال الاوبتيمم كير فور ذيس بيشنت. خلاص دي عباره عن ايه بشكل اوضح؟ بص هو الوايزلي كامبين ده موجود لحاجات كتير مش للجيرياتكس بس. فاونديشن عملته بتبقى عباره عن كويستشنز كده ودايلوجز خلاص، عشان أأفويد أي unnecessary سواء procedure زي ما قلت أو medical test أو دواء. بالنسبة فيما يخص الجيرياتريك هم يعني هم عبارة عن 10 أسئلة، 7 منهم related للدراجز. هنا بقى نركز، لما يبقى 7 يبقى زي ما قلنا مهم قوي إن أنا كclinical pharmacist أبقى فاهم الفئة العمرية دي، وابقى فاهم استخدم ازاي the optimum use of medication. خلاص طيب نمر كده سريعا على السبع دول. قال لك زي الانتي سايكوتكس ليه؟ خصوصا لو حد عنده ديمنشيا وانا بخاف من السايد افكتس بتاعتها. خلاص بتعملي ممكن يعني ممكن تعملي اجيتيشن وريزيستنس للكير، ممكن تعملي ورستنج للكوجنيتيف function. لذلك يعني بجرب ان انفع الميكولوجي تريتمنت الاول لو حد محتاج انتي سايكل والدرلي بيشن. ثاني حاجه تارجت هيموجلوبين اي 1 سي ان دايابيتس مانجمنت سيمر ان هاف او هاير ان جيرياتريك. بصوا هو الاي 1 سي ده بتفاصيله بالجولز كل حاجه هناخده في الدايابيتس في الاندوكراين شابتر الاندوكراين، ولكن اعرف حاجتين. انه الاي 1 سي ده يديني indication لكمية الجلوكوز في البلد خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، وإن هي تبقى ليها target. خلاص ليها target معين، target معين. لما في الجيرياتريك patient زي ما قلنا ده حق لو حد كبير في السن، وخصوصا كمان لو هو بيعاني من أمراض كتيرة قوي، فال life expectancy متوقع
عمره او اللي هيعيشه مش كتير. فانا هخلي الجول ده مش طايل، هوسعه شويه. ليه؟ عشان اقلل الادويه. ما انا عشان اوصل للجول اجرب دواء ما جابش افكت، احط دواء تاني، اجرب الدوز اند سو. انا مش عايزه ارهقه بادويه. فممكن قال لك ان في الجيرياتريكس ممكن نوسع الجول ده والتارجت بتاع الاي 1 سي، هيموجلوبين اي 1 سي. طيب افويد البنزودايزابين، هيبنوتكس، خلاص قلنا، عشان ديليريوم، اجيتيشن، انسوميا. لا قصدي يعني البنزودايزابين والسيداتيف هيبنوتكس اللي ممكن حد يستخدمهم عشان الانسوميا، احاول ان انا اقلل منهم عشان السايد افكت بتاعتهم. طيب الانتي مايكروبيال الانتي بايوتكس، قال لك حاول ان انت والله لو انا ما عنديش سيمبتومز اوف انفكشن خلاص ما تستخدمهاش برضه. ليه؟ كله بيدور ان انا عشان اجارد اجينست السايد افكت واقلل الريسكس اللي ممكن تقع على البيشنت من استخدامي للادويه دي. ايه كمان؟ اسس بقى الكولينستريز انهبيتور، اشوف البنفيت اللي عايد عليا من استخدامهم والريسك اللي ممكن يحصل وقارن. هنتكلم عنهم قدام شويه في الالزهايمر، خلاص، وهم عباره عن ايه وبيشتغلوا ازاي. طيب الابيتايت ستيمولنتس، بصوا لقوا ان هي مش بتساعد البيشنت اللي عنده انوركسيا. بمعنى يعني الابيتايت ستيمولنتس مش بتحسن من الكواليتي اوف لايف والسرفايفل بتاع الجيرياتريك بيشنت، خلاص يبقى هي ملهاش لازمه. ممكن اعمل حاجات تانية. Overall بقى قال لك ان drug regimen review necessary with every new prescription. احنا قلناها كل ما يتكتب دواء جديد اراجع كل الادوية وكل الروشتات اللي تروح للبيشنت، خلاص. وهنا يرجع تاني انت في مستشفى patient geriatric محتاج تشوف كل الادوية اللي كان بياخدها، الهيستوري بتاعه دي مهمة جدا يا جماعة وانتم شغالين. اشوف الهيستوري، اشوف الادويه اللي كان بياخدها عشان على اساسه البلان والدراجز اللي هتتكتب له في الدراج شيت الحاجات اللي ماشي عليها تبقى اوف كونسيرن، خلاص. طيب نيجي بقى لموضوع الفانكشن ويز ايجينج. ايه بقى الفانكشن ويز ايجينج ده؟ يعني هو بيقول لك انا هدفي للناس دول ان انا مش مهم هم هيعيشوا يعني كام سنه، لكن مهم الكواليتي اوف لايف. يعني ما يهمنيش ان هو يبقى يعيش بقى لل 80 و 90، لا، ان هو يعيش ويبقى جسمهم يبقوا اصحاء، خلاص. عشان كده عملوا سكيلز اعمل بيها سكريننج في الحاجات اكتر حاجات تهمني عشان ابدا افكر منها. انا بيهمني ايه؟ بيهمني الكوجنيتيف فانكشن بتاعتهم والمود والموبيليتي، خلاص. الكوجنيتيف فانكشن القدرات الذهنيه والعقليه والذاكره انسو. طيب هعملها سكريننج، يعني حطوا سكيلز كده بتبقى عباره عن كويستشنز بتاخد بوينتس معينه تحدد لي هو واصل لاي مرحله، لو عنده مشكله في اي مرحله من الديزيز ده وابدا على اساسها اعالج. فقال لك الكوجنيتيف سكريننج استخدموا سكيل اسمه ميني منتال ستيت اكزامينيشن ام ام اس اي، ده مهم قوي هناخده في الالزهايمر. وبيستخدموا حاجه اسمها مونتريال كوجنيتيف اسسمنت والسلامز، اهم واحد اول واحد احفظ اسمه، خلاص. طيب المود، هما بيبقى عندهم فلكتويشن في المود، شويه فرحانين شويه متضايقين. طيب عملوا سكيل يقيسوا بيه المود، خلاص، اسمه جيرياتريك ديبريشن سكيل. ايه كمان؟ موضوع الموبيليتي قدرة ان هو يتحرك ويقف وما يقعش. الجيت ان بالانس اسمه ايه؟ السكيل تايم اب اند جو وبيرد بالانس سكيل. طيب ايه كمان؟ ليه معلش الجيت ان بالانس ده؟ عشان زي ما قلت قبل كده انا بخاف قوي موضوع ان هو البيشنت يقع، وخصوصا لو جيرياتريك، عشان ممكن يتكسر وصعب جدا انه يتعمل جروح في كبار السن. طيب يبقى انا خلي بالي من الدراجز اللي ممكن تغير او تاثر على ثلاث حاجات: كوجنيشن ومود وموبيليتي، خلاص. نيجي بقى هم قسموا الفيزيكال فانكشن لحاجتين.
عايز يمانج الميديكيشن بتاعه، يعمل شوبينج، يعمل اكل وهكذا. طيب البني ادم محتاج يبقى بيعرف يعمل الحاجات دي عشان يقدر يعيش اندبندنت من غير ما يعتمد على حد. خلاص. طب ال ADLs بقى دول ايه؟ ده زي اللي هو يعرف ان هو ياكل نفسه ويشرب نفسه ويعمل شاور ويلبس نفسه ويدخل التويليت وهكذا. والله لو انا البيشنت ما بيعرفش يعمل الحاجات دي، لازم يقعد في نيرسينج هوم او يبقى عنده كير جيفر اول اوفر ذا كلوك زي ما بيقولوا، وفي شخص ياخد باله منه خلال ال 24 ساعه لحد ما بيعرفش ياكل وما بيعرفش يلبس ومش بيعرف يدخل الحمام وهكذا. خلاص؟ محتاج عناية 24 ساعه. طيب هنتكلم بعد كده عن، بصوا هو هنا دي محطوطه كده في الكتاب في الكلام، بيقول لك ان في حاجه اسمها جيرياتريك سندروم، بس الحقيقه الجيرياتريك سندروم دي وهي ايه؟ جيرياتريك سندروم هي حاجات او سندروم بتاثر او ليها امباكت على الكواليتي اوف لايف. فهما مش الفول ودليلهم بس، لا احنا مثلا اليورينري انكونتيننس هنتكلم عليها يعتبر جيرياتريك سندروم، والانسوميا والاوستيوبروزس وهكذا. بس هو هنا استفاض في الحته دي، عشان كده ايه نتكلم عليهم اكتر. الفول اللي هو انه يقع، ايه اللي يسبب لي ان ممكن البيشنت يقع؟ بيستخدم سايكو اكتف ميديكيشنز او البولي فارماسي اللي احنا لسه قايلينها، ادويه كتير، بياخد حاجات تزود الاورثوستاتيك هايبو تنشن، الهايبونات عنده هايبوناتريم يعني بلد بريشر قليل فممكن يقع، عنده مايوكارديال انفاركشن، عنده يورينري تراكت انفكشن. طب ليه؟ وهو الشخص اللي عنده يورينري تراكت انفكشن ده بيدخل الحمام كتير. خلاص. فممكن كمان يكون في الانفايرمنت مش مهيئه، وهنتكلم عليها الوقت، فممكن يبقى عرضه ان هو يقع. طب ايه ريسك فاكتور؟ الالان الفيتامين دي، هتبقى المصل والبون بتاعته ويك، البور بالانس، البور فيجن، الانفايرمنت. ايه بقى الانفايرمنت دي؟ يعني عوائق، يعني البيت مش مهيئ. عارفين هنا الجيرياتريك ده بيرجع تاني زي البيبي، مش احنا لو حد عنده بيبي في البيت بيبدا يهيئ له الانفايرمنت اللي حواليه ان هي تبقى سيف. يعني مثلا الفيشه بتاعت الكهرباء نغطيها بحاجه او نحط وراها حاجه، لو في حاجه ازاز نشيلها، عفازات وحاجات نشيلها، لو حاجه ممكن تخبطه نشيلها، العوائق. ف موضوع الهوم سيفتي اسسمنت ده مهم ومهم ومهم. انا اهيئ له البيئه اللي حواليه ان هو مثلا عايز يروح الحمام يعرف يوصل، ما يكونش مستعجل فيخبط في حاجه فيقع وهكذا. طب الديليريوم يعني ايه؟ ديليريوم يعني مش مركز، مش منتبه، هنتكلم عنها قدام شويه. نفس الاسباب، سايكو اكتيف ميديكيشن، بولي فارماسي، هايبو ناتريميا، مايوكارديال انفاركشن، يورينري تراكت انفكشن. طيب الريسك فاكتور، لو حد جاله ستروك قبل كده او عنده ديمنشيا، ايه الستروك؟ ندرسها برضه، هناخدها يا جماعه في الشابتر من الشباب. الستروك هي ايه؟ هي سكته دماغيه، الالان البلاد فلو اللي رايح البرين، فممكن تبقى سبب. خلاص. فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ليك اوف سليب، ما بينامش كويس، ما بيسمعش كويس، كل دي ريسك فاكتورز. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للسلايد دي، بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على حاجه اسمها hazards of hospitalization. مش احنا في الاول اتكلمنا ان احنا بندرس الفئه العمريه دي عشان هم يعني بيمثلوا نسبه كبيره من الناس اللي بتدخل المستشفيات وبتستهلك medications وبيحصل لهم ده. فاذا احنا مش عايزين نزود الهوسبيتالايز، احنا عايزين نقللها. طب ايه الهازرد او ايه اللي ممكن، ايه اللي بيحصل لما يحصل هوسبيتالايزيشن؟ انا عايزه اقللها. اولا احنا خلاص عرفنا انه مع التقدم في العمر الاورجن سيستم فانكشن بتديكلاين. خلاص. فلما ده لوحده ده طبيعي مع السن، لما كمان بقى البني ادم يدخل المستشفى هيبقى ايه؟ هيبقى نايم على السرير، هيبقى ايموبايل، خلاص الحركه بتاعته بتاعته هتبقى قليل، هيبقى ديبندنت
هيبقى نايم، هيبقى ممكن النيرس بتأكله وبتشربه وبتغير له وتدخله التويلت، فهيبقى ديبندنت. دي حاجة. فممكن لما يخرج ما يعرفش تاني يبقى اندبندنت. ايه كمان؟ ممكن هو في المستشفى يركب فيدنج تيوب، يركب كاتيتر، يبقى عرضة للانفكشن. خلاص؟ وموضوع النيرسينج اسيستنس ده هي بتساعده في كل حاجة. فممكن ما يعرفش يرجع تاني زي ما بقول يبقى شخص اندبندنت. طيب يبقى انا هنا بقى يهمني ايه؟ اقلل اللينث بتاع الهوسبيتال ستاي. طب انا ازاي هقللها؟ قال لك حاول ان انت ما تخليهوش اي موبايل، لا زود الموبيليتي، وحاول ان انت تديله ادكويت نيوتريشن، ولو يقدر ياكل من غير ما يركب في دي كيوب يكون كويس. وحاول ان انا اي ادويه ملهاش لازمه اشيلها واقلل البولي فارماسي. وحاول ان انا ابلان early discharge، يعني ما يقعدش في المستشفى وقت طويل. في ناس بتبقى فاكره انه لو حد كتير الاحسن ان هو يفضل قاعد في المستشفى والكيرنج احسن. لا يا جماعه، لا، لان الهازرز بتبقى اكتر من البنفيتس في بعض في اوقات كتير. فانا عايزه اوصل ان انا اقلل الهوسبيتال ستي عشان اقلل الفانكشنال اللي ممكن تنتج عن وعاده في المستشفى. خلاص؟ بصوا ناخد كده كام كيس نحاول ايه نشوف احنا استوعبنا ايه من الحاجات اللي شرحناها. هو بيقول لك انه 85 year old women، خلاص 85 جيرياتريك بيشن، 65 او اكتر تبقى جيرياتريك. بصوا بقى عندها تايب 2 دايابيتس وهايبرتنشن، ومن سنه وقعت بتاخد ايه؟ جليترايد، دواء للسكر، فينوبريل، ميتفورمين، اسبرين، مالتي فيتامين، ميلاتونين، ميكليزين، دوكوزين. بص الليبراتوري فانكشنز كده، بص على السيرم كريات كام؟ 1.8 عالي. خلاص؟ طيب يسأل على ايه بقى؟ يقول لك انه لو انت كونسيدر ان في فارماكوكايناتيك تشينجز بتحصل للجيرياتريك بيشنت كده، انهي من الادويه دي هتعمل لي مشكله؟ تفتكر بقى كده انهي؟ فارماكو كايناتيك. بصوا السؤال ده يا جماعه، المعلومه نفسها الاكزامبل بتاع الدواء مش موجود هنا في التشابتر ده، والسؤال ده من الكتاب، وهي البورد تبقى فيه اسئله كده الاجابه بتبقى عباره عن معلومه، يعني خدها از نيو انفو. خلاص؟ طيب نرجع ايه بقى المعلومه اللي تعرفها؟ ان الجليبيرايد ده رينال اليمينيتد، والميتفورمين لما يكون في رينال بروبلم يحصل له اكيوميليشن. طب مش احنا قلنا ان الرينال ماس بتقل والكيدني فانكشن بتقل والرينال اليمينيشن بتقل، يبقى انا هخاف من انهي ادويه هنا؟ الجليبيرايد والميتفورمين. خلاص؟ واضحه كده يا جماعه؟ طيب معلومه كمان، الميلاتونين ده ما بخافش منه خالص. ليه؟ ان هو بس كلمه تابولايز. الاسبرين الدوز اللي واخدها بيها قليله قوي. خلاص؟ طيب سوري اللي هو الهيباتيك الميتابولايز الميكليزين، انما الميلاتونين ده سيف حتى لو في هاي دوزز. الزينوبريل الدوز اللي بياخدها فيه ما بتعمليش مشكله. وانا لو انا بقى هبص على الفارماكو دايناميك تشينجز، ايه الادويه اللي هتعمل لي مشكله؟ ها بص نعرف برضه ميكليزين ده انتي كولينرجيك، مش احنا قلنا ان السنسيتيفيتي للانتي كولينرجيك هتزيد هتعمل لي مشكله، سايد افكت تبقى اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي نعرفها، مش احنا قلنا ان في امبيرد هوميوستاسيس، ان انا بخاف من الايس انهبيتورز اللي هو زي ايه؟ النوبرال، الميكلزين والزينوبرال.
انت بتعمل كده عشان ما تقعش تاني. خلاص. طيب to maintain and improve the function in this patient اعمل ايه؟ وقعت قبل كده اعمل ايه بقى؟ ادي فيتامين دي. خلاص لسه قايلين ادي فيتامين دي سيمفاستاتين والزينوكرال مش هيعملوا لي حاجه. طب ادي فيتامين دي ليه؟ عشان امنتين البون والماسل سترينث. عشان موسكي الناس الكبار مش بيتعرضوا للشمس فبالتالي بيبقى دايما عندهم موضوع الديفيشنسي بتاع الفيتامين دي. بصوا يا جماعه هو اوفر اول كلنا تقريبا هنا عندنا مشكله الفيتامين دي ده ديفيشنسي لان احنا مش بنتعرض للشمس كويس. فكبار السن كمان يكون اعلى عندهم المشكله دي فاديله سبلمنت من بره. خلاص كده احنا خلصنا الجزء ده يعني يا رب يكون ايه واضح وكله تمام. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ كده خلصنا الانترو فهمنا مين هما الجيرياتريكس وايه هو ال changes اللي بتحصل فارماكوكاينتكس فارماكوديناميكس وازاي اعمل optimal therapeutic regimen وهكذا. هنبدأ نخش هنا بقى في syndromes او diseases تصيب الفئة العمرية دي. بس الأول هنتكلم على some definitions. إيه بقى هما؟ في حاجة اسمها mild cognitive impairment. يعني إيه؟ يعني عنده مشاكل بسيطة في الكوجنيشن. يعني إيه برضو؟ يعني مثلا ننسى كده شوية يعني إحنا يعني زي مثلا النسيان البسيط اللي ممكن يعني حد صغير حتى في السن يبقى يعني طيب بشكل اوضح ايه المايلد كوجنيتيف امبيرمنت دي؟ هي بتعمل لي ديكلاين في الكوجنيتيف ابيليتي بس سلايد بيتميز ان هو سلايد حاجه بسيطه ولكن ملحوظه وممكن يتطور لالزهايمر ديزيز. خلاص ده مايلد كوجنيتيف امبيرمنت وهو دونات هو ديفيسيت الكوجنيشن ولكن مش ديمنشيا. هنعرف قدام شويه ايه الديمنشيا بقى. طب الديليريوم؟ لا الديليريوم ده بقى حاجه ثانيه وهنفهم برضو يعني ايه كلمه ريفرسبل اللي بتكون براكتي. الديليريوم ده سيريس ديستربنس في المنتل ابيليتيز. خلاص بيؤدي الى ايه؟ بينتج عنه ايه؟ confused thinking reduced awareness للانفايرمنت اللي حواليه. يعني ايه؟ بصوا ديليريوم ده يعني هو مش منتبه قوي. خلاص مش منتبه قوي مش مركز قوي ممكن يتوه مني وهو بيديفلوب بسرعه خلال hours to days. بوينت تانية وهو ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني هو ممكن يكون نتيجة لحالة مرضية او دواء معين فلما اشي اعالج الحالة دي او اوقف الدواء ده يبدأ العرض او السيمتومز اللي عندي تختفي. خلاص وهو جيرياتريك سيندروم مصاحب لعملية الايجينج. طيب ايه ممكن زي الادويه بقى اللي تسبب لي الديليريوم؟ سيرتيز والهيبنوتكس والانتي ديبريسنس والانتي كولينرجكس والاوبيويدز والانتي كونفالزنس والانتي باركنسون ديزيز. تمام كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى لتالت حاجه. بصوا لاحظين ان انا السيمتومز بتتطور. الديمنشيا ده بقى المنتل ابيليتي. خلاص نتكلم هنا عن الديمنشيا. سيفير ديكلاين في المنتل ابيليتي لدرجه ان هي بتنترفير مع الديلي لايف بتاع البيشنت.
التيشيرت ده. طيب بشكل تاني، هي عبارة عن ايه؟ الديليريوم ده بقى، سوري الديمنشيا دي بقى هذيان، وهو irreversible، يعني مش بقدر ان انا، مش بيروح، ولكن ممكن احاول ان انا اقلل السيمبتومز بتاعته. خلاص فهمنا كده؟ طيب theories of pathogenesis، بصوا هو في الكتاب يعني هو حاططها بوينت كده زي ما انا حطاها، انه ازاي ممكن الديزيز ده ينشأ. يعني بصوا هي theories، يعني هي نظريات وفيها تفاصيل كتير قوي، لو دخلت على النت وشفتوا هتلاقوا فيها تفاصيل كتير قوي، بس احنا لو حبينا كده نبقى فاهمين بس headlines، نعرف انه الكولينرجيك ايجنت من الحاجات اللي ممكن تسبب لي او تعملي cognitive problem. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه الانفلاميشن ممكن يبقى مشكله، ممكن تبقى genetic problem، defect في بروتين معين هو الابولايكوبروتين E4 ده، فيعمل لي مشكله الديمنشيا. ممكن يبقى في حاجه اسمها تاو بروتين. بصوا التاو بروتين ده موجود في النيرف سيلز، لما يبقى ديفكتيف تظهر عندي مشاكل في الكوجنيشن. والبيتا امايلويد بلاك ده عباره عن ايه؟ ده وجوده في المخ مرتبط بالديكلاين في الكوجنيتيف ابيليتي. جاست بس نعرف الكام معلومه دي. نعرف ايه كمان؟ ان الالزهايمر ديزيز هو الموست كومن تايب اوف ديمنشيا، وان الديمنشيا ليها تايبس كتيره قوي، يعني قليل قوي لما تبقى حاجه ريفرسبل، لكن مينلي هي الريفرسبل. طيب خلاص هنا بقى السلايد اللي جايه دي، ده تيبل هي موجوده زي ما هي كده في الكتاب، هو بيقارن ما بين ايه؟ different memory impairment with Alzheimer disease. فهيتكلم اول حاجة على irreversible causes زي ايه؟ mild cognitive impairment، قلنا دي حاجة بسيطة يدوب just بينسى كده حاجات صغيرة ومش بتinterfere لا مع الwork ولا مع السوشيال فانكشن، وان هي ممكن تكون بسبب فيها ريسك فاكتور، فانا اكونترول الريسك فاكتورز دي وممكن اعالجها ان انا استخدم كولين ستريس انهبيتورز، اتكلم عليهم كمان شويه، ولقوا ان هو بيقلل البروجريشن بتاع الريسك او بروجريشن اوف ذا ديزيز بنسبه 40%. الفاسكولار ديمنشيا، ايه بقى الفاسكولار ديمنشيا دي؟ دي بتتكلم على ان الدم اللي بيبقى واصل للبرين يبقى ايه؟ يبقى قليل، فبالتالي بتكون عندي مشاكل في الكوجنيشن. ده ايه بقى الفاسكولار ديمنشيا دي؟ زي مثلا حد جاله ستروك قبل كده، لسه من شويه ستروك، يعني الدم اللي واصل البرين بيقل، فبالتالي ممكن تعملي مشاكل في الكوجنيشن، والاوسط بتاعها بيبقى خلال من 3 لـ6 شهور من الستروك. خلاص واكونترول بقى ازاي؟ ان انا احافظ على البيشنت ان هم ما يجيلوش ستروك تاني، واكونترول كارديك اند فاسكولار ريسك فاكتور. موضوع بقى السكندري بروفيلاكسز والبرايمري ده برضو هناخده في النيورو او السايكاتري. خلاص في النيورو. تالت حاجة نتكلم عنها هي اللوي بادي ديمنشيا. ايه بقى اللوي بادي ديمنشيا دي؟ مختصرها ال LPD. اللوي بادي ديمنشيا دي ده برود تيرم يوصف لي ميموري ديزيز، مشكلة في الثينكينج في السوشيال ability، بتبقى سيفير انف ان هي تانترفير مع الاكتيفيتيز بتاعة اليوم. خلاص بتتميز بايه؟
الباركنسون ديزيز. يعني ايه؟ يعني هي الباركنسون ديزيز ده برضه هندرسه، نعرف ان هو مشكلته بتظهر لي موتور سيمتومز. خلاص؟ هي بقى اللوي بادي ديمنشيا دي بتبقى فيها بعض او كل الموتور سيمتومز بتاعت الالزهايمر ديزيز. دي حاجه. الحاجه الثانيه المميزه ليها قوي موضوع الفيجوال هالوسينيشن. يعني ايه؟ يعني يشوف حاجات مش موجوده اصلا. ده الفيجوال هالوسينيشن. خلاص؟ طيب انا بقى احاول اتفاداها ازاي؟ افويد التبكر دي سايكوتكس اللي ممكن تورسن السيمتوم بتاعت اللوي بادي ديمنشيا. خلاص؟ طيب دي بعد كده ديمنشيا اوف ادفانسد باركنسون ديزيز. ايه الديمنشيا اوف ادفانسد باركنسون ديزيز دي؟ دي يعني عباره عن ايه؟ هي بتيجي يعني ال بيبقى باركنسون ديزيز، ودي بتبقى في المراحل المتاخره من الباركنسون ديزيز تبدا تظهر لي الديمنشيا اوف ادفانسد باركنسون ديزيز. خلاص؟ بيبقى فيه تظهر كوجنيتيف امبيرمنت. طيب ممكن استغرب ونيس ريز انتبيتوز او ايمنتين نتكلم عليهم قدام شويه. طيب نتكلم بعد كده على ايه؟ حاجه اسمها فرونتو تيمبورال ديمنشيا. ايه بقى الفرونتو تيمبورال ديمنشيا دي؟ يعني دي بتأفكت ايه؟ دي بتأفكت هي ديس اوردر بيحصل في الفرونتال لوب بتاع البرين والتيمبورال لوب. بصوا الفرونتال لوب ده اللي هو ورا الجبهة، والتيمبورال اللي هو ورا الودان. خلاص؟ بشوف ايه؟ النوع ده من الديمنشيا بيأفكت البيرسوناليتي والبيهيفير والسيلف كير واللانجوج. يعني ايه؟ يعني حاجات في شخصية البني آدم بتتغير. خلاص؟ يعني مثلا ممكن يبقى يعمل حاجات ما كانش بيعملها، ياكل بطريقة مش دي الطريقة اللي هو متعود عليها. بيبقى مثلا بيفقد القدرة على الحوار، وبيبقى بيحاول هو ينعزل عن الناس، وبتبقى البيهيفير كده بتاعته غريبة. ففي ناس ساعات بتشخصها كده ان هي دي سايكاتريك بروبلم يعني. ومش بيفقد الحكم على الامور، مش بيعرف يتصرف، يبقى عنده inappropriate actions. خلاص؟ كل ده الفرونتو تيمبورال ديمنشيا. طيب ما يميزها ان هي ممكن تيجي في سن صغير. خلاص؟ ممكن من اول 45 سنة. طيب الكولينيس تريز انهبيتورز تسوق لي البيهيفير دي، هو عنده مشكلة في البيهيفير، فممكن تسوقها لي وتعمل لي اجيتيشن، تعمل لي مشكلة. دي كده يا جماعة الـ irreversible causes. فأنا حابة كده إيه أعمل comparison ما بين هو إيه الفرق ما بين الـ Lewy body dementia والـ Parkinson disease، وهو إيه أصلاً الـ Parkinson disease. زي ما قلت لكم إحنا هنعمل، لكن إيه هنت سريعة كده. خلاص؟ طيب إيه الـ Parkinson disease ده؟ ديزيز بيحصل فيه ان الدوبامين بيقل. طيب ايه بقى فرقه عن اللوي بادي ديمنشيا؟ ان اللوي بادي ديمنشيا دي بتبقى فيها بعض او كل الموتور سيمبتومز بتاعت الباركنسون ديزيز، لكن الباركنسون ديزيز اهم ما يميزه الموتور سيمبتومز. يعني الدايجنوزس يعتمد على الموتور سيمبتومز اللي بتحصل. خلاص؟ وممكن يكسبيرينس ميموري بروبلم، لكن مش كل واحد عنده باركنسون ديزيز عنده ميموري بروبلم. خلاص؟ فهمنا الفرق كده؟ طيب حاجه ثانيه، ايه الفرق ما بين اللوي بادي ديمنشيا والالزهايمر؟ الاثنين نوع من انواع الديمنشيا، يعني الاثنين فيهم ميموري وثينكينج وبروبلمز، ولكن اللوي بادي ديمنشيا بتأفكت الموتور فانكشن زي ما احنا قايلين من شويه، انما الالزهايمر
بيأفكت الميموري مور. خلاص واضحه كده الجزء ده يا جماعه؟ يا رب تبقى واضحه. نيجي بعد كده ل يعني ايه بقى؟ يعني انا الكوز خلاص زي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي بيحصل بروجريسيف ميموري لوس لو قل عن 300 وممكن يبقى الشخص انيميك. طيب اعمل ايه؟ ادي سبلمنت من بره يتحل المشكله. هايبوثايرويدزم ايه الادكويت ريبليسمنت اوف ثايروكسين؟ اعمل ايه؟ ادي ليو ثايروكسين من بره على حسب الكيس الدوز على حسب الكيس. ديبريشن عنده مشكله عنده ديبريشن فعامل ترابل في الكونسنتريشن وفي الميموري عالج الديبريشن وهندرس الديبريشن باستفاضه برضو بكل التريتمنت بتاعته. طيب اخر حاجه نورمال بريشر هيدروسيفلس. يعني ايه بقى يا جماعه النورمال بريشر هيدروسيفلس ده؟ ده برين ديس اوردر يحصل فيه اكيوميليشن للسيريبروسباينال فلويد في البرين فنتركل فتأثرني على الثينكينج ويبقى عندي مشكله في الووكينج ومشكله في البلادر كنترول. خلاص الاكسس فلويد ده يضغط على البرين تيشو ويعمل لها دامج ويعمل لي النورمال بريشر هيدروسيفلس ويعمل لي بقى ميموري لوس انكونتيننس جيت ابنورماليتي. طيب اعمل ايه؟ قال اعمل سيرجيكال بليسمنت اوف فنتريكولار شنط واصله ما بين البرين وما بين البريتونير كافيتي اسحب بيها الميه دي او الفلويد ده سوري الفلويد ده ف اتفادى الدامجنج بتاع البرين سيلز والسيمتومز اللي بتحصل. خلاص؟ طيب اللامبر بانكتشر ده يا جماعه ده تكنيك بروسيدجر ده اسم البروسيدجر اللي انا بكولكت بيه الفلويد from the surrounding brain tissue. خلاص؟ الاكسترا سيريبروسباينال فلويد. هي دي الريفرسيبل كوزز. طيب بعد كده هنتكلم عن شويه يعني اسسمنت تولز كده. بقيم بيها الحاله بتاعتي سكيلز. وانا اللي بعمل سكيلز انا بعمل سكيلز علشان اعرف انا في اي مرحله من مراحل المرض وهعالجه ازاي. طيب الام ام اس اي ده ميني منتال ستيت اكزامينيشن ده 30 بوينت كل ما يعلى السكيل يعني بيتر فانكشن. ولو الالزهايمر ديزيز انا ما عالجتوش بص السكيل ده عشان الالزهايمر ديزيز. خلاص لو ما عالجتوش بيقل من 3 ل 4 بوينت بير كتير. ايه كمان السلامز قلنا قبل كده والمكة والمين كوج اسسمنت احنا هنتكلم بالتفصيل عن الام ام اس اي ده. طيب الحاجه الثانيه ايه بقى؟ بصوا هي دي يعني جاست كده سلايد فور نوليدج. احنا هنتكلم على ايه؟ على الزهايمر ديزيز دلوقتي. خلاص؟ فبيقول لك انه في نيو كده دايجنوستيك كرايتيريا بري كلينيكال يعني دي مفيش سيمتومز وبعدين سيمتوماتيك وبعدين ديمنشيا. مش احنا قلنا انه هو البني ادم مش فجاه كده بيبقى عنده الزهايمر هو نوع من انواع الديمنشيا؟ لا هو المرض بيبقى مراحل لحاجه بسيطه بعد تكبر 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 and so. حته بقى الدايجنوزز دي وهو في اي مرحله مهم عشان الريسيرش. لكن الدكاتره بيعملوا دايجنوزز مني على حسب هم شايفين ايه وتقييمهم للحاله. خلاص؟ انما البري كلينيكال والبري ديمنشن والحاجات دي للستاديز. طيب ايه بقى؟ على حسب الام ام اس اي سكور ده انا هحدد الستيج بتاعت الالزهايمر وعلى حسب الستيج وانا فين هتبقى فيه سيمتومز معينه وعلى حسب الستيج هعالج. طيب والله لو الحاله بتاعتي مايل
هيبقى ال MMSE من كام؟ من 20 ل 24. ايه ال cognitive loss اللي هيحصل؟ قالك بسيط، ده mild short term memory loss، ويبقى عنده شوية صعوبة في ان هو يعني يلاقي الكلام ويعبر. طيب يظهر عليه ايه؟ loss of the instrumental activity of the daily living، فاكرين؟ قلنا زي الهاوسكيبنج والمانجنج ميديكيشن واللاندري وهكذا. وبيبقى get lost في الفاميليار بليسز، يعني اماكن هو عارفها وحافظها يتوه فيها. طيب المودريت من 10 ل 19 بيحصل ايه؟ بيبقى مش دريان ولا بالمكان ولا بالزمان، وبيبقى عنده inability ان هو يدخل في حوار او يعني يعمل activity. والmoderate case دي بيحتاج assistance، مساعدة في ال ADL، bathing، dressing، اكل نفسه، يشرب نفسه، يدخل التويلت وهكذا. طب السيفير بقى لازم يحصل ايه؟ يفقد القدرة على الكلام، يجيله incontinence، مشاكل تبول لا ارادي، وبيبقى dependent، مش مجرد محتاج مساعدة، لا ده عايز حد ياكله ويشربه وياخد منه باله منه 24 ساعة في اليوم. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده، هو انا ايه الجول بتاعي في الثيرابي؟ انا هدفي ايه من علاجي للبيشنت؟ امنتين الفانكشن والكوجنيشن، هو مش هيخف، بس انا عايزه امنع ان الحاله تسوء، وعايزه احافظ واحاول امنتين الفانكشن والكوجنيشن بتاع البيشنت، عشان انا هدفي ايه؟ السيفتي بتاعت البيشنت. طيب قبل ما ندخل في الفارماكولوجيكال تريتمنت، بص احنا بنحاول نبدا بالنون فارماكولوجيكال ثيرابي. ليه؟ زي ما قلنا ده جيرياتريك بيشنت عنده هو مشاكل كتير، فوالله لو انا عرفت اعالجه من غير ما ادي ادويه خير وبركه، ما عرفتش خلاص ما قداميش بقى حل تاني. بس اقول لك ان انت ممكن تحاول تزود وعي البيشنت، تعمله education وتزود وعي الكير جيفر، تعرفه طبيعه المرض ويتعامل معاه ازاي وهكذا، تخليه يعمل physical exercise تمارينات، وتخليه يعمل mental exercise. mental exercise ده يعني ايه؟ يعني ايه mental exercise؟ يعني بعمل تدريب للبرين. يعني ايه؟ يقول لك انه لقوا studies كتيره قوي عمل connection ما بين اللايف ستايل بتاع البيشنت والديمنشيا ريسك. خلاص؟ وان انا لو انا وصلت لحاجه اسمها البرين فيتنس، يعني برين فيتنس يعني الشخص يكون عنده سترونج ميموري، هيبدا ان هو يستمتع بحياته اكتر. فهي بتبقى نوع من انواع التمارينات كده العقليه، خلاص تخليه ان هو ما يفكرش في الحاجات النيجاتيف ويفكر في الحاجات البوزيتيف، ويحاول ان هو اي انجاز عمله في يومه يرفلكت ويفكر فيه، ويحاول ان هو ازاي يتولريت الديسكومفورت او لو متضايق من حاجه معينه وما يفكرش في اي حاجه نيجاتيف وهكذا. خلاص؟ طيب حاول افويد الالكول واي ميديكيشن بتاثر على الميديكيشن. خلاص؟ الميديكال فود، بصوا بنتكلم حاجه اسمها هيبرليدين ترايجليسرايد، ده لون هو بيشتغل ازاي؟ هو بيزود الكيتون بوديز اللي رايحه البرين عشان يستخدمها as an energy source لما يكون في مشكله في الجلوكوز ميتابوليزم. بس هي يعني هو مش بيستخدم عشان هم لقوا ان هو الاستاتيز اللي عليها يعني مش قويه. خلاص؟ طيب نيجي بقى للفارماكولوجيكال تريتمنت. ايه بقى؟ اول حاجه هو انا هدفي ايه؟ اقلل الديزيز بروجريشن. فاول حاجه نتكلم عنها حاجه اسمها كولين استريز انهبيتورز. يعني ايه بقى كولين استريز انهبيتورز؟ دول بيزودوا
عنده الاسيتايل كولين بيبقى قليل. طيب انا احاول ازوده ازاي؟ اديله كولين ستيريز انهبيتور. يعني بيعملوا ايه؟ بصوا، هو في حاجه اسمها كولين ستيريز انزايم، ده بيكسر الاسيتايل كولين. انا لما اعمل له انهبيشن هزود كميه الاسيتايل كولين، خلاص؟ اللي هي مشكله عندي في الالزهايمر ديزيز. طيب زي مين بقى؟ دونابيزيل والريزاستيجميل والجالانتامين. دونابيزيل الستارتنج دوز 5 مللي جرام، مينتننس 10 وممكن تزيد ل 23، دي الماكسيمم دوز. طب ايه الستارتنج؟ مش احنا قلنا ان احنا عامه مع الجيرياتريك بنحاول ان احنا ندي سمول دوز وبعدين نتايتريت الدوز ونمونيتور. خلاص انا بستخدمه في المايلد والمودريت والسيفير الزهايمر ديزيز، ده الدونابيزيل. طب الريباستيجين الستارتنج دوز 1.5 مللي جرام مرتين، والباتش في منها باتش فورم وهنعرف ليه دلوقتي 4.6، المينتنس من 3 to 6 مرتين و 9.5 للباتش وممكن ازودها 15.3. طيب ده برضو مايلد مودريت سيفير، ومايلد مودريت ديمنشيا اللي ليها علاقه بالباركنسون ديزيز. مشكله الباتش ايه؟ ممكن تعمل لي سكين رياكشن. خلاص طيب هنقول قدام انا ليه عملت باتش. الجالانتامين ستارتنج دوز 4 مللي جرام مرتين، والمانتنس 8 ل 12 او من 8 ل 24 ER اللي هو السستين ريليز وانس ديلي بريباريشن. معلومه مهمه بقى في الجالانتامين ايه؟ محتاج رينال ادجستمنت. اخلي بالي اي بيشنت جيرياتريك مكتوب له جالانتامين اتشيك الدوز، ويستحسن ان هو يتاخد مع الاكل. تمام كده؟ طيب دول الكولين ستريز انهبيتورز. تاني حاجه حاجه اسمها جلوتاميترجيك ثيرابي. ايه بقى؟ بيقول لك لو انه البيشنت اللي عنده الزهايمر الجلوتاميت بيحصل فيه ايه؟ بيزيد، فانا محتاجه اقلله. خلاص بلوك جلوتامين ترانسميشن، وده الستارتنج دوز بتاعته ده زي الميمانتين 5 مللي جرام وانس ديلي، والسستنت ريليز ميديكيشن او بريباريشن 7 مللي جرام، والمينتنس 10 وفي الاي ار 28، وبستخدمه في المودريت للسيفير، وممكن استخدمه ان كومباينيشن مع الاسيتايل كولين ستيريز انهبيتور ان كومباينيشن. خلاص طيب عندي بقى كمان قال لك عملوا كومباينيشن ثيرابي، يعني حطوا في وان فورم كده دونابيزين مع الميمانتين، وده ممكن استخدمها بعد ما يبقى البيشنت ستابلايزد على كل واحد لوحده. محتاجه دوز ادجستمنت، رينال ادجستمنت. خلاص طيب نيجي بقى للسايد افكت بتاعه الكولين ستيريز انهبيتور. بيعملوا ايه؟ بيعملوا نوزيا، فوميتنج، دايريا، اليفيتد ريسك اوف بليدنج. ويقول لك انه النوزيا والفوميتنج والدايريا مور انتنس مع الريباستيجين. خلاص بيعملوا لي سنترال نيرفس سيستم بروبلمز، هيدك وانسوميا وديزنس. خلاص وبيعملوا لي بريديكارد اورثوستاتيك هايبوتنش، وهم ممكن يعملوا سينكوب. لذلك فاكرين بقى الفيرز كرايتيريا، لقيت ان الكولين ستريز انهبيتورز دول الابروبريت ميديكيشنز للناس اللي عندهم سينكوب. وعامه باخد بالي لما بستخدمهم ان انا بصوا مشكله ممكن اكون بس بعالج حاجه ابوظ حاجه. الجمله دي افتكروها كده هتوضح في التوبكس اللي قدام. اعالج حاجه
عشان تعالجي مرض ما ممكن تسبب لي مرض تاني. فبناخد بقى بالنا من المديكيشن بسبب القصه دي. وكمان ممكن تعملي يورينري انكونتيننس، فليها سايد افكت كثيره. فبوازن، بشوف الدوز، بتايتريت وبمونيتور. خلاص نرجع بقى، يبقى هم ليه فاكرين لما بنقول ان الريبس تجميل فيه منه باتش؟ عشان لو حد استخدم كولين ستريز انهبيتور وهو افكتيف وكل حاجه، بس مشكلته في النوزيا والفوميتنج والدايريا، خلاص تديله باتش ما تديهالوش اورال. طيب الميمانتين يعمل لي يوريني كونتيننس وانسومنيا ودايريا وديزنس وكونفيوجن وهيدك واجيتيشن. طيب ان السلايد دي مهمه قوي، النص اللي فوق ده ليه بقى؟ عشان هي هتتكلم على ال duration of the therapy. يعني ايه؟ بصوا يقول لك انه in general انا محتاجه من 3-6 شهور عشان اقول او evaluate ال benefit من ال treatment. يعني لو واحد استخدمه لمده شهر ايه قال؟ انا على الاقل استنى من 3-6 شهور. وفي ستادي قالت ان ممكن استنى 52 اسبوع. طيب الوايز كامبين بقى بتاعت الجيرياتريك قالت لك اعمل ايفالويشن بعد 12 اسبوع، وممكن اوقف لو الجول اوف ثيرابي نوت مينتين. خلاص، وان انا محتاجه عشان اوقف الدواء محتاج اعمل تابرينج. لو هو على هاي دوز ما ينفعش اوقف فجاه، ما ينفعش اوقف الكولين ستريز فجاه. خلاص، ممكن يحصل لي ايه؟ فين ويدرول سيندروم ريباوند اجيتيشن، انا كده ضريت المريض بتاعي. طيب حاجه كمان، في هيربل ودايتري سبلمنت فيتامين اي زنك وبيلوت، لكن لقوا ان هم مش افكتيف. خلاص، والكورتيومين اللي هو الكورت، بس في ستادز بتسبورت الايفكت بتاع الكورتيومين. تمام كده يا جماعه معايا؟ طيب نيجي بعد كده بايه بقى؟ احنا كده خلصنا التريتمنت، نبص على شويه كيسز عشان نشوف كده احنا ايه، يعني استوعبنا الموضوع ولا يعني ولا في مشكلة. طيب أول كيس معانا بتقول إن هي ويدول يعني أرمل، عايشة لوحدها وبتعرف تعمل الـ ADL ومعظم الـ instrument بتحتاج فيها بس assistance لهير دوتر. بتاخد إيه؟ هيدروكلوروثايزايد عشان الـ hypertension، تولتيرودين عشان الانكونتيننس، ده انتي كولينرجيك وهنتكلم عليه اكتر في اليورين انكونتيننس. خلاص، ايتالوبرام عشان الدبريشن، اسيتامينوفين عشان الارثرايتس، كالسيوم فيتامين دي، والام ام اس اي 23. يعني ايه بقى؟ اعالجها ازاي؟ ادي ايه؟ الحاله دي ايه؟ مايل، صح؟ ده بيقول ان الحالة بتاعتي 23، بيقول ان هي ايه؟ فاين. طيب هبدأ بقى اعالجها ازاي؟ نفكر كده يا جماعة مع بعض، هعالج البيشنت دي ازاي؟ هعالجها ازاي؟ هديها دولابيزين ولا هوقف التولتيرودين وري اساس، ولا هغير الهيدروكلوروثايزايد، ولا هحط فيتامين بي 12؟ بصوا معلومه كده هتوضح اصلا قدام، بس هي ليها علاقه بالكيس. التولتيرودين ده انتي كولينرجيك. هو ايه بقى الانتي كولينرجيك؟ الانتي كولينرجيك دول بيشتغلوا عكس الكولين ستريز انهبيتورز. انا عشان اعالج المايلد كيس بدي كولين ستريز انهبيتور عشان ازود الاسيتايل كولين،
بقى دول اصلا بيشتغلوا ازاي؟ بيقللوا لي الاسيتايلكولين. فاذا انا لو وقفته ورجعت كده اقيم الحاله بتاعت البيشنت، ممكن اصلا السيمتومز تختفي. ليه؟ الانتيكولينرجيك بيعمل كونفيوجن، فانا لو وقفته ممكن اصلا الكيس ريليف من غير اي مشكله، وخصوصا ان هي الحاله مايلد. تمام كده يا جماعه، وضحت النقطه دي؟ طيب ناخد كيس تاني. كيس تاني بيقول لك ان اولد مان عنده الزهايمر ديزيز، بياخد ريبستجين وفي امبروفمنت في كل حاجه، ولكن النوزيا والفوميتنج يعني مش قادر يستحملها. اعمل ايه؟ ادي باتش بقى، احنا لسه قايلين خلاص ادي باتش عشان اجارد اجينست النوزيا والفوميتنج از سايد افكت. طيب ايه كمان؟ ثانية واحدة. طيب ناخد كده اخر كيس كيس معانا في الجزء ده، وهي دي اولد وومن 75 سنة عندها الزهايمر، بتاخد دولابيزيل 10 مللي جرام لمدة 3 سنين، وبعدين الـ MMSE بقى 17 بعد ما كان 21، يعني قل، ومش بتقدر تعمل الـ Instrumental Activity of Daily Living، لكن بتعمل الـ ADLs. وأباوت تو ماركس من شهرين الدولابيزيل الدوز زودوها ل 23، لكن هي مش قادرة تستحملها ورجع تاني للعشر. انك السيستم هنا فكر كده، اتراي دولابيزيل تاني؟ لا، انا اتراي ليه تاني؟ هي اوريدي هي ما قدرتش تستحمل الدوز العاليه. طيب اعمل ايه؟ احط فيتامين اي؟ هما اصلا لقوه اصلا نون سيجنفيكنت ايفكت، يعني مش بيديني ايفكت. اسويتش دولابيزيل لريبستجين؟ لا. خدتوا بالكم من الجمله اللي احنا قلنا انا ما ينفعش اوقف الكولين ستريس فجاه عشان الريباوند سيمتوم؟ امال اعمل ايه؟ انيشيت اد بقى للدولابيزين ليمنتين، خلاص ممكن ده يحسن لي الكومباينيشن لما اقاد الدونا. ما هي رجع تاني لل 10 مللي جرام، حط بقى ليمنتين ممكن يشو افكتفنس اكتر. خلاص واضح كده يا جماعه؟ كده احنا خلصنا الزهايمر ديزيز. طيب احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ خلصنا الديمنشيا والبروجريشن اللي بيحصل، وعرفنا الديفينيشنز من اول المايلد كوجنيتيف امبيرمنت يعني ايه، مرورا بكل الستيجز اللي قلنا عليها والزهايمر ديزيز والتريتمنت اند سو اون. هنتكلم على ايه بقى دلوقتي؟ في حاجه اسمها بيهيفيرال اند سايكولوجيكال سيمبتومز اوف ديمنشيا. يعني ايه؟ هو مش احنا قلنا ان الديمنشيا دي بيحصل يعني بتبقى الكيس مايلد، مش فجاه بلاقي البيشنت عنده ديمنشيا، مش فجأة الشخص بيجيله الزهايمر، لا، في بروجريشن، في تطور بيحصل. طيب خلال التطور ده بتظهر لي حاجة اسمها behavioral and psychological symptoms of dementia. يعني ايه؟ يعني بتظهر لي أعراض سيكولوجية وحاجات في البيهيفير changes بتحصل للبيشنت. لا، بمعنى اوضح يعني المرض بيبدا يتطور شويه شويه، وخلال التطور ده تظهر عندي symptoms، والسيمتومز دي بسميها behavioral psychological symptoms of dementia. دي بتحصل during the progression of the disease من المايلد كيس للسيفير كيس. خلاص خلاص
بيحصل تطور، يعني بيبدأ ال بالحاجات الصغيرة disability functional decline، يبدأ الموضوع يتطور لحد ما يوصل إن هو مش قادر يقعد لوحده، مش قادر يكير على نفسه، مش قادر يعمل أي حاجة من ال functional activities، مرورا إن هو يوصل إنه يبقى محتاج فعلا nursing home، أو يبقى محتاج يبقى معاه caregiver all over the clock زي ما بيقولوا، يعني رعاية صحية 24 ساعة في اليوم. خلاص؟ يقول لك من ضمن، يعني مثلا ندي example كده، من ضمن ال behaviors اللي بنشوفها حاجة اسمها sundowning. يعني ايه sundowning دي بقى؟ هي جاية ليها علاقة بالشمس، وبيسموها ال sundown syndrome. يعني أنا لما بيكون عندي patient عنده الزهايمر، بنلاحظ إنه بيحصل تغير كبير قوي في البيهيفير بتاعته، وازاي هو بيأكت في الليت افترنون او في الايرلي ايفنينج، لما الشمس تبدا تروح يبدا اكن الفيدنج اوف ذا لايت، اختفاء الضوء وقدوم الليل، بتبقى تريجر، يعني بتخليه كده الكيس بتاعته تسوء ليه، وبيبدا يتحسن بالنهار. عارفين بيبقى حاسس ان هو خايف، بيبقى agitated، بيبقى confused، بيبدأ حاسس ان هو يعني بيحصل كده تغير في المود، بيبقى suspicious، يعني خايف او عنده ريبة من اي شيء، بيبقى عنده restless، مش عارف يبقى مرتاح. وبتبدأ الاعراض دي مع الليل لما يبدأ يروح، يبدأ النهار يبدأ ايه، يبقى مور فتر ويبقى يتحسن. هنا برضو انا عندي ال MMSE، فاكرين السكور اللي احنا كنا بنشوف على حسبه ال stage بتاع ال disease، وعلى حسبها ببدأ ان انا اعالج. فهنا برضو في سكور للكيس من 20 ل 25، دي حالة مايلد، بتبقى السيمبتومز بتاعتها بسيطة خالص، ميموري، شوية ميموري لوس، مود سوينجز، يعني تغيرات في المود، مايلد بيرسوناليتي تشينجز، يعني تغيرات بسيطة في الشخصية بتاعته ولكن بتبقى طفيفة، مايلد اكسكيوتيف فانكشن، قدرته على ان هو تو ورك اند تو دو ديفرنت لايف فانكشنز، وان هو يشتغل ويقوم، هي كلمة executive، يعني الوظيفة التنفيذية، ان هو يعمل حاجة، ينفذ حاجة، برضو بتحصل فيها مشكلة معينة. طيب المودرت كيس دي من 10 ل 15، وهنا بقى بتبدأ الأعراض تزيد، فبيبقى عنده شوية aggression، confusion أكتر، insomnia، agitated، مش عارف قادر يتكلم، مش قادر يتعلم. والأهم حاجة عندي هنا إن هو بيحتاج assistance with ال ADL. فاكرين ال ADL دي؟ هي activity of the daily living، حاجات ال basic، مش بيعرف يأكل نفسه ويشرب نفسه ويلبس and so on. طيب الحالة ال severe بقى اللي هي من 0 ل 5، دي بقى حالة متدهورة جدا. بيحصل أولا هو مش بيحتاج assistance في الحاجات اللي هي ال ADL، لأ، ده بيلوز الابيليتي ان هو ياكل او يشرب او يلبس and so. خلاص؟ وبيبقى اكتر قاعد في السرير، مش قادر يقوم، وبيبقى عنده incontinence، بيلوز الكنترول على الباول موفمنت بتاعته، ويبقى عنده مشاكل في الحركه والتنقل وهكذا، حاله متدهوره للغايه. طيب واحنا تاني، يعني بصوا شوية كلام هنا معايد يا جماعة، بعمل assessment، بعمل assessment، بعمل skills. وأنا ليه بعمل skills أصلا؟ يعني من البداية عشان أحدد ال stage اللي أنا واقف فيها إيه، وعلى أساسها أحدد أنا أعالج إزاي. بس بيقول لك هنا قليل قوي لما بستخدم ال skills دي في ال nursing home أو في ال clinical practice. لا، أنا بشوف إيه ال behavior او السايكولوجيكال سيمتوم اللي باينه عندي، وببدا ان انا اعالجها.
يعني مثلا بشوف بيقول لك انه من الحاجات المهمه قوي في قصه البين يا جماعه والديليريوم، لانه ممكن يبقى موجوع ومش قادر يعبر، مش قادر يقول، مش قادر يكوميونيكيت ويقول ان انا عندي بين. لذلك عادة كده بيعملوا دايما اسسمنت لقصة البين دي، وغالبا الجيرياتريك بيبول بيمشوا على حاجة بروفيلاكتيك بسكيدول معين، وماني بيبقى اسيتامينوفين. الديليريوم لان زي ما قلنا هما يعني دي حاجة اصلا الشخص الكبير في السن بيعاني منها، وزي ما قلنا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان هي ممكن تكون نتيجة لميديكيشن معين، وممكن تكون نتيجة لميديكال إلنس. فلازم أرول أوت أي ميديكيشن ممكن يسبب لي قصة الديليريوم دي، أو أي حالة مرضية أعالجها تكون هي المتسببة في الديليريوم. طيب زي ما قلنا برضه نون فارماكولوجيكال تريتمنت، أنا بحاول ما استخدمش أدوية، أجرب النون فارماكولوجيكال تريتمنت ما يمكن تجيب نتيجة، ما يمكن تبقى إيفكتيف. وهنا احنا بنتكلم على مجموعه من السيمتومز، وزي ما قلنا السيمتومز دي ممكن تكون في حاجه بتزودها. احاول ان انا لو في اي تريجر فاكتور او اي تريجر حاجه بتزود لي الامباكت بتاعت السيمتومز دي وخليها تظهر فتاثر لي على البيهيفير بتاع البيشنت اشيلها. دي بوينت. البوينت الثانيه بحاول ان انا ابقى بيرسون سنترد انترفنشن. يعني ايه بقى؟ انا كل تركيزي على المريض، عينيا على البيشنت، على البيرسون، على الجيرياتريك بيرسون ده. انا اشوف هو ايه اللي ممكن يريحه، يعني مثلا لو شغلت له موسيقى، لو انا قعدت اتكلم معاه فلهيته، بدات ان انا يعني اخلي بالي من كل حاجه، من كل كلمه، من كل حركه. الحاجات دي بتفرق قوي مع الناس كبار السن، ايه اللي بيخلي المود بتاعه يبقى مبسوط، طب ايه اللي بيخليه يبقى متضايق فابعد عنه، فابقى انا بيرسون سنترد. تاني حاجه ان انا اشوف السيمتومز اللي موستلي بتريسبوند للنون فارماكولوجيكال تريتمنت دي واحاول ان انا اعالجها. في حاجات كتيره بتريسبوند، زي مثلا حته ان هو يبدا يخبي الحاجات، ان هو يقعد يسال اسئله كتير، ان هو يحاول ان هو يعمل سوشيال ويثدرول، يبقى ما يختلطش بالناس، موضوع اللي هو يبقى عنده الاباتي دي اللي هي اللامبالاه. بيقول لك ان الحاجات دي بتريسبوند للنون فارماكولوجيكال تريتمنت، وبتبقى فيه للنون فارماكولوجيكال تريتمنت بيبقى فيه كده بروجرامز واديوكيشنال بروجرامز للكير جيفرز ازاي يتعاملوا مع الشخص كبير السن ده، وازاي لو هو بيعاني من السيمتومز اللي انا ممكن بتكنيكس معينة، ببروجرامز معينة، بالتدريب معينة، بتدريبات معينة للكير جيفر، ان هو يبدأ يتعامل بالطريقة الصح والمظبوطة مع الشخص كبير السن ده، بحيث ان هو البيهيفيرال والسايكولوجيكال سيمتومز دي تبدأ تختفي. طيب افرض ما نفعش بقى الفارماكولوجيكال تريتمنت دي، اعمل ايه؟ قالك يبقى استخدم فارماكولوجيكال تريتمنت، ولكن قالك اخد بالي ان هما معظمهم ما هياش حاجات قد ايه ابروفد، ما هياش ليبل انديكيشن، ولكن هي حاجات اوف ليبل يوز، زي مثلا الحاجات اللي هي الاتيبيكال انتي سايكوتكس. زي ما قلنا يا جماعه الاتيبيكال والاتيبيكال تفصيلا هناخدهم في السايكاتري، ولكن نعرف ان هما الاتيبيكال دول ممكن يعملوا امبروفمنت للبيهيفيرال سامبلز اوف الديمنشيا، ولكن الدراسات او الكلينيكال ستاديز اللي طلعت هي يعني العدد اللي انا عملت عليه الكلينيكال ترايل كان قليل، وحته بقى السيجنفيكنت والنون سيجنفيكنت والكلينيكال ترايلز والافكت سايز والان ان اتش دي هي النمبر نيدد تو هارم والنمبر نيدد تو تريت باستفاضه، والستاديز يعني ايه كيس كنترول، يعني ايه ريتروسبكتيف بروسبكتيف، ده هناخدهم في الباي ستاتستكس. ولكن اللي يهمني بس افهمه هنا انه الاتابيكال انتي سايكوتكس ممكن شويه تحسن لي البيهيفير، ولكن ما بين كل 100 شخص انا مثلا هشوف هحاول اشيل منه السيمبتومز دي في واحد بيتضرر او بيموت.
فهي ليها يعني سايد افكتس. طيب بالنسبة للتريتمنت بقى، انا هنا يا جماعة بصوا واخدين بالنا الجدول ده بيتكلم على ايه. هو بيقول لك اوكي الدراج تريتمنت للبيهيفيرال سايكولوجيكال سيمبتومز اوف ديمنشيا، هو بيتكلم على سيمبتومز خلاص، قلنا ان انا دي سيمبتومز اعراض بيهيفيرال تشينجز، فانا هحاول زي ما قلنا نان فارماكولوجيكال قديم مع الحاجات دي، ما عرفتش استخدم دواء. طيب زي ايه بقى؟ زي مثلا الانكزايتي برضه هناخدها تفصيلا تفصيلا في السايكاتري. يقول لك ان هو بسبب ان هو مش بيبقى قادر يفتكر قوي حاجات، فبيصاب ان هو يبقى قلقان على طول متوتر. اعمل ايه؟ ممكن اديه التوسبيرون او سلكتيف سيراتون اللي ابتيك انهبيتور، سلكتيف نور ايبينفرين اللي ابتيك انهبيتور، او جابابنتين. الحاجات دي احنا هندرس الانكزايتي دي تفصيلا، بس ده كده يعني ده كده بس نعرفها هنا. استفاضه بقى هنعرف احنا بنعالجها ازاي، والفيرست لاين والسكند لاين اند سو. ولكن اعرف بس ان انا بلامت استخدام البنزو دايازبين هنا. اتكلمنا طبعا ايه مشكلتي في الجيرياتريك مع استخدام البنزو دايازبين، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاباسي ده اللي هو يبقى عنده شيء من اللامبالاه، وان هي من الحاجات السيمبتومز اللي بتظهر ايرلي واقدر اتعامل معاها نون فارماكولوجيكال. طب ما عرفتش ممكن اعمل ايه؟ ممكن اديه كولين ستريز انهبيتور على اساس ان انا احاول ازود الكونسنتريشن بتاعه، او ان انا اديله ميثايل فينيديت ده سي ان اس ستيمولنت خلاص عشان ازود التركيز، او ان انا اديله مودافين. ولكن هو لقوا ان هو افكتيف في سمول شورت تيرم ستاديز برضه سي ان اس ستيمولنت، هندرسها يا جماعه بالتفصيل في تشابتر تاني. depression هندرسه بالتفصيل، insomnia هندرسها بالتفصيل. بس اعرف ايه؟ قال لك ان 80% من البيشنتس اللي عندهم الزهايمر بيجي لهم depression. طيب اتدخل انا بايه؟ ان انا ما عرفتش اعمل مود elevation non pharmacologically selective serotonin reuptake inhibitor او mirtazapine. وبرده تفصيلا الدبريشن ده اكتر من كده بكتير، والتريتمنت بتاعته فيه تفاصيل كتير، بس هنا انا بس اعرف ده. الانسومنيا مش قادر ينام اديله ميلاتونين. طب موضوع الواندرينج ده اللي هو يعني بيفضل يمشي كده يمشي كتير، يفضل رايح جاي كده قدامي، لا ده قلنا ان دي حاجه ممكن اتدخل بيها ان انا احاول اعالجها نون فارماكولوجيكال، ولكن ملهاش دراج تريتمنت. طيب نيجي بعد كده لل الهالوسينيشنز والسان داونينج والبارانويا الحاجات المشاكل الثينكينج اللي ممكن تحصل. يعني ممكن مثلا يفكر انه هو مش لاقي حاجه عشان مثلا حد قريب، يعني مثلا لو قاعد معاه ابنه مثلا او حد كير جيفر، هو يفتكر ان هو سرقها منه مثلا. عندهم كده سايكوزس، نوع من انواع الانفصام. فممكن استخدم ايه؟ ريسبيريدون ولامبتين كيوتيابين، ولكن in very low doses عشان ممكن يحصل لي side effect تبقى اكبر من البنفيت اللي انا هوصل لها. خلاص نفس الكلام قلناه، انت بتوازن ريسك انا هيطلع لي وبنفيت انا هكتسبها، بوازن ما بينهم اشوف مصلحه. فاينلي انا بدور على السيفتي اوف ماي بيشنت. خلاص برضه يا جماعه السايكوزس والانتي سايكوتكس كل الحاجات دي هناخدهم تفصيلا. احنا بس هنا بايه بريفلي كده بناخد الكلام ده ايه بريفلي كده بشكل سطحي، ولكن هيبقى فيه تفصيل كبير قوي للكلام ده وكل قصص الانسوميا والدبريشن في النيورو سايكاتري. طب لو عنده اجريشن، لو بيريزيست الكير وانا مش عارفه اتعامل مع القصه دي نون فارماكولوجيكال، اعمل ايه؟ بيقول لك الحاجات دي اندر انفستيجيشن، البرازوسين والدكستروميثورفين والكينيدين والسيتالوبران. خلاص؟ طيب نشوف كده كام كيس يعني نثبت بيها المعلومات اللي احنا قلناها. هنا بيتكلم عن 87 year old woman، 87 جيرياتريك patient، وهي دخلت ادفانسد دمنشيا يونت،
والميديكال هيستوري بتاعها جالها ديمنشيا، كان عندها جالها الزهايمر ديزيز وباركنسون ديزيز واوستيو ارثرايتس، ومحتاجه اسيستنس في كل الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج including total assistance عشان تعمل bathing أو dressing أو تاكل، محتاجة حد يساعدها مساعدة كاملة، وحتى عشان تتنقل بالكرسي العجل برضو محتاجة مساعدة كاملة. طيب هي بتاخد الريجيمنت بتاع دولتيزين وميمنتين كاردي دوبا ليدي دوبا، ده للباركنسون ديزيز وهناخده لما ناخد الباركنسون ديزيز، وبتاخد مالتي فيتامين و other supplement. والام ام اس اي سكور كام بقى؟ 5. 5 ده يعني ايه؟ ان الكيس اللي عندي سيفير. خلاص؟ طيب هما لقوا ان هي بيجي لها كونتينوس كراينج، تقعد كده تعيط وتصرخ وبيبدا دايما في اخر اليوم. خلاص؟ اعمل لها ايه؟ انا مشكلتي ايه؟ هي عندها behavioral و psychological symptoms، تقعد تصرخ يظهر مني مع اخر اليوم. طيب زي ما قلت احاول بقى اتدخل non pharmacological. خلاص يبقى انا هقول ايه؟ begin music therapy with song the patient enjoyed لما كانت صغيره، ما اخشش بقى بالهالوبريدول في الاول. وكمان ضيفوا عندكم انه الهالوبريدول الدوز المكتوبه دي very high dose، والبنفيت والريسك منها سوري هتبقى مور ذان البنفيت، فبالتأكيد مش انا مش هبدأ هالو كير دول خالص. دي حاجة. حاجة تانية، بص كده على الترايد دي، ده يقول لك نحطها في برايفت روم. طيب لا، عشان اعمل مايد سوشيال كونتاكت، انا كده اعمل لها سوشيال ايزوليشن، والسوشيال ايزوليشن ده يزود لي السيمبتومز مش يقللها، ده عكس خالص اللي انا محتاجاه. انا عايزاه يندمج اكتر في المجتمع ومع الناس ويكوميونيكيت، ده ممكن يقلل السيمبتومز. ان انا اعمله ايزوليشن؟ لا طبعا. طيب بيقول لك طب ادي ايه بروفين كل 8 ساعات؟ هي ممكن تكون موجوعه بس وممكن تبقى محتاجه بين كنترول، ولكن الايبوبروفين ما هواش الفيرست لاين اوف تشويس، ما هواش الدراج اوف تشويس في الاولدر. زي ما قلنا ده ان فيز، ممكن مشاكله تبقى اكتر بكتير من البنفيت، فطبعا مش ده التشويس بتاعي. لو انا حتى هعمل بين كنترول مش ده الفيرست تشويس اللي انا اجربه لبيشنت زي دي. طيب يقول لك ان بعد شهرين الاجيتيشن لا زادت لدرجه انه النيرسينج ستاف مش عارفين ولا ياكلوها ولا يعملوا لها شاورنج، والنون فارماكولوجيكال ابروتش ان افكتيف. اعمل ايه بقى؟ ادي ادويه بقى، وانا جربت النون فارماكولوجيكال ما نفعش، ادي ايه؟ مش هسيبها برضو؟ لا. طيب هزود النوناتيزين. انا زياده النوناتيزين مش هتقلل لي، انا مشكلتي في الاجيتيشن اللي بيجي لها خلاص اللي مصاحب للديمنشن، اما تزود الدونابيزين مش هيعالج لي الاجيتيشن. يبقى لا، ادي ميلاتونين. ما قاليش ان عندها مشكله، مش ما عندهاش مشكله عشان تنام، هي يعني ما عندهاش سليب ديستربنس عشان ادي ميلاتونين. هديها فيتالوبرام انتي ديبريسنت. قال لك الرول بتاعه في الاجيتيشن اتس نوت كلير، يبقى اقرب حاجه اضطر بقى هنا اديها الانتي سايكوتيك اللي هو الكيو ثيرابي. خلاص برضه يا جماعه الكيو ثيرابي والانتي سايكوتكس تاكد تاني فول ديتيلز، والدبريشن والانسوميا وكل الحاجات دي هتبقى في النيورو اند سايكاتري. خلاص احنا كده خلصنا البيهيفيرال اند سايكولوجيكال سيمبتومز اوف ديمنشيا.